بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، وتغطية خاصة لمباراة الاهلي والترجي في اياب دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا. بكره ان شاء الله المباراة مقامة على ملعب الاهلي والسلام الساعة 9. المباراة الاولى امام الترجي زي ما احنا عارفين كلنا انتهت بفوز الاهلي بهدف احرزه محمد شريف. مباراة بكره مباراة خارج التوقعات علشان انت بتلعب بكره امام فريق بطل، فريق الترجي، فريق كبير في افريقيا، فريق يمتلك الخبرات، فريق شفناه لما فاز على نادي الزمالك في تونس قدر برضه في مباراه العوده في مصر انه يفوز عليه. فانت النهارده بتلعب فريق بطل، علشان كده جايه النهارده صعوبه المباراه. بكره خلاص تاكد عدم حضور جمهور الاهلي. مجلس الاداره والنادي الاهلي عملوا مجهودات كبيره خلال ال 48 ساعه الماضية علشان يكون الجمهور موجود، لكن الأمن كان ليه رؤية خاصة بيه. طبعا كلنا بنحترم رؤية الأمن. إن شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي بكرة في المباراة الصعبة والمرتقبة في الساعة 9 على ملعب الأهلي والسلام. زي ما احنا عارفين دايما مباراة الأهلي والترجي خارج التوقعات، خارج التوقعات. هفضل أقول وأكرر، بكرة النادي الأهلي إن شاء الله هيحترم فريق الترجي يعني بشكل كبير جدا. موسيماني ايضا درس فريق الترجي وهو داخل مباراه ومحفظ لعبته محفظها بشكل كبير جدا، وقايل لهم ان احنا لسه ما صعدناش، لسه النهارده المباراه 50-50، بكره لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير. نروح كده سريعا بقى وندخل في اجواء المباراه اكتر مع الكابتن وائل جمعه نجم الاهلي السابق. تحياتي ليك يا كابتن وائل. مساء الخير يا اسامه، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بقناه الاهلي. كابتن وائل، يعني قول لي، شايف بكره مباراه الاياب بين الاهلي والترجي في دور النصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا ازاي؟ يعني طبعا مباراه صعبه على النادي الاهلي ومش مباراه سهله. مش معنى ان النادي الاهلي فاز بمباراه الذهاب بهدف وحيد وباداء جيد وباداء كان انا وجهه نظري هو الافضل للاهلي مع موسيماني في افريقيا هتكون محسومه للنادي الاهلي. لا، المباراه الترجي فريق محترم وفريق جيد، يمكن مر الفتره اللي فاتت بفتره انعدام وزن. شفنا رد الفعل الجماهير في تونس بعد الهزيمه والثوره الكبيره اللي الجمهور عملها. انا اعتقد ان الامور اللي حصلت دي يعني هتبقى عامل محفز كبير جدا للعيبه الترجي وهتصعب المباراه على النادي الاهلي. واحنا دايما لاعبتنا هي الامور بتبقى في ايديها يا اسامه، لو خدنا الامور بجديه وبتركيز ان شاء الله نقدر نفوز ونقدر نتاهل والبطوله العشره تقرب من النادي الاهلي ويعني ان شاء الله ننتظر روح قتاليه من اللاعبين وتصميم على المكسب. كنا نتمنى ان الجمهور يكون حاضر، انما ان شاء الله اللعيبه تبقى قد المسؤوليه وتقدر ان هي تفوز بالمباراه باذن الله ونتاهل المباراه النهائيه ان شاء الله. كابتن وائل جمعه اصبح من المحللين الكبار اللي احنا دايما كلنا كاهلاويه كمان بنستمتع بيهم. كابتن وائل جمعه، شايف يعني مين عناصر الخطوره بكره في فريق الترجي ان النادي الاهلي يعمل له بكره حساب؟ والله يا اسامه الترجي فرقه خطيره زي ما قلت لك، عنده الكرات الثابته طبعا متميزين فيها، ودي من النقاط اللي احنا لسه ما زال لاعبتنا ما اتقنعهاش 100%. اغلب الاهداف اللي دخلت فينا مع موسيماني بتيجي من الكرات الثابته، فيعني دي من النقاط اللي الترجي متميز فيها. الترجي عنده حمد الهوني لاعب ليبي، لاعب جيد ولاعب مميز، كان هو يعني مع الكرات الثابته مصدر الخطوره في مباراه الذهاب، وجات له اكثر من كوره كان ممكن يتسبب في هدف على النادي الاهلي. في محمد بن رمضان لاعب وسط الملعب لاعب جيد، انما انا براهن زي ما قلت لك على منظومه النادي الاهلي الجماعيه اللي تقدر ان هي ان شاء الله تمنع الخطوره وتقدر ان هي تبعد الخطر. عندنا حارس مرمى هو الافضل بالنسبه لي داخل افريقيا، محمد الشناوي باداء ممتاز وقياده ممتازه للفريق ولدفاع الفريق ولزملائه وتحمله للمسؤوليه في الوقت الصعب دايما في المباريات. فيعني انا يهمني لاعبتنا تظهر بحالتها وتظهر بتركيزها وتظهر بأفضل حالة عندها، إن شاء الله نقدر نتجاوز الترجي بإذن الله. إن شاء الله، وأنا بتفق برضو معاك يا كابتن وائل إن دايما جماعية النادي الأهلي يعني لما بتكون موجودة بيكون ليها الأفضلية دايما في المباريات. كابتن وائل، أكيد في منافسة داخل الملعب، برضو في منافسة خارج الخطوط، اتنين مدربين كبار
موسيماني في النادي الاهلي ومعين شعباني في الترجي، شايف المنافسه ازاي خارج الخطوط؟ يعني موسيماني اكتسب الثقه واكتسب شخصيه الاهلي الفتره اللي فاتت من كثره الانتصار ومن كثره البطولات الفتره اللي فاتت، واعتقد ان هو عارف يعني ايه النادي الاهلي دلوقتي، وعارف قيمه النادي الاهلي، وعارف ان احنا ما بنقبلش غير المكسب وما بنقبلش غير الاداء الجيد والروح فنتمنى ان شاء الله ان بكره تكمله للمشوار ده ان شاء الله بكره يعني. ان شاء الله. كابتن وائل، حضرتك يعني مريت بظروف كتيره زي دي في نفس الموقف وانت لاعب كبير سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، في الموقف ده كابتن وائل جمعه ممكن يقول ايه للعيبه النادي الاهلي؟ لسه الامور لم تحسم، المباراه في الملعب، لعبنا شوط وفاضل الشوط الثاني في مصر، فان شاء الله يعني. وانا اعتقد ان اللعيبه بعد الفتره اللي فاتت يا اسامه واحساسهم باهميه الفوز وبتواصل الفوز، كل دي عوامل يعني تخليهم خلاص عاشوا جو ان انت بتلعب على البطوله بس، ما بتفرحش بالتاهل من خلال الادوار، عارف ان الفرحه الكبيره هتبقى في النهائي والفوز بالبطوله بس. فدي النقطه اللي انا مبسوط ان اللعيبه دلوقتي بتتعامل فيها مع البطولات، فكره التفريط وان انت توصل لنهائي بطوله او قبل نهائي بطوله وما تاخدهاش بقت صعبه علينا وعلى اللاعبين وعلى الجمهور، كل الناس منتظره البطوله دلوقتي من الجيل اللي موجود ده من اللاعبين، واعتقد ان هم زي ما بقول لك حاسين بالنقطه دي وحاسين بالمسؤوليه دي طبعا. كابتن وائل، شايف تواجد الكابتن محمود الخطيب مع فرقه النادي الاهلي سواء هناك في تونس وايضا كمان النهارده كان موجود في تدريبات الفريق، شايف تواجده واثره على لاعبي النادي الاهلي ازاي؟ يعني الكابتن خطيب يا اسامه رمز وحاجه كبيره جدا في النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي، واللعيبه لما بتشوف الرمز وبتشوف الاسطوره ده في وقت يعني انا اشوف ان هو بيتحمل مسؤوليه تعويض جمهور النادي الاهلي للعيبه، لعيبه مفتقده الجماهير بشكل كبير، انما لما يتواجد معاهم الكابتن خطيب في المباريات المهمه والمباريات الحساسه، بيتواجد معاهم في التمرينات وفي المباريات، فانا اشوف ان ده جزء يعني يعوض غياب الجمهور ده بشكل مؤثر وشكل حقيقي وشكل مهم جدا للعيبه كقيمه وكرمز بيمثل النادي الاهلي ويمثل جمهور النادي الاهلي، فهو ده الدعم المنتظر، وان شاء الله يعني اللعيبه باذن الله زي ما بقول لك يفرحون بالبطوله السنه دي. شايف ان الجيل ده محظوظ يا كابتن وائل بالمسانده والدعم الكبير من الكابتن محمود الخطيب؟ طبعا محظوظ ومحظوظ بشكل كبير، بس هو الكابتن بيعمله كنوع من التعويض يا اسامه، لان الجيل ده برده مش محظوظ بعدم وجود الجمهور. حقيقه حقيقه. فهو بيعوض الحته دي بشكل مميز، وانا اشوف ان هي يعني الحمد لله مؤثره، وكل تواجد ليه مع الفريق بيكون ليه تاثير على اللعيبه، واللعيبه بتبقى منضبطه اكتر ومركزه اكتر وعايشه المباريات اللي هي موجوده فيها اكتر. طيب كابتن وائل جمعه كان يعني احد المدافعين النادي الاهلي الكبار وايضا المدافعين اللي لعبوا في منتخب مصر، الرساله الخاصه من الكابتن وائل جمعه لمدافعين او الخط الخلفي في النادي الاهلي؟ يعني طبعا عدم ارتكاب الاخطاء يا اسامه، دي حاجه مهمه جدا. لعيبه الترجي ممكن تلعب على الاستفزاز واستفزاز لعيب النادي الاهلي، والتسبب ان انت تلعب ناقص او تلعب بكارت احمر او 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 شيء، فيعني اللعيبه تبقى مركزه بس في المباراه بس، مركزه في قرارات الحكم. نتذكر دايما ان في فار دلوقتي موجود، مظبوط، في قرارات الحكم هيشوفها، ما ناخدش تصرف يقدر انه ياثر على سير المباراه وعلى احداث المباراه، والتركيز طوال ال 90 دقيقه سما كل الموضوع 1-0، ممكن الترجي يسجل من خلال كره ثابته في الدقيقه 89، مظبوط، لو انت ما سجلتش خلال المباراه ترجع المباراه نقطه 0 ثاني، فتركيزك واتزانك وتعاملك مع المباراه وتركيزك الدائم في المباراه هو الاساس اللي المدافعين لازم يتعاملوا بيه، وكل اللاعبين حتى المهاجمين لازم يركزوا في انصاف الفرص اللي هتجيلهم، لان اكيد هتتاح لنا فرص، الترجي هينزل محتاج انه يسجل اهداف، واحنا محتاجين ان احنا ما يدخلش فينا اهداف ونسجل اكتر من هدف، فيعني لازم التركيز من كل اللاعبين مش المدافعين بس، انما يعني انا عندي ثقه في المجموعه كلها زمان ان هي ان شاء الله تعمل مباراه كويسه ونتاهل للمباراه النهائيه ان شاء الله. لو وائل جمعه مكان معين الشعباني ازاي يبتدي المباراه بكره؟ هو خسران 1-0 على ملعبه، هل يكون عنده النهارده قوه هجوميه من بدايه المباراه ولا يكون عنده تحفظ وعلى سيناريو المباراه ممكن يتم الدفع بعناصر هجوميه؟ الشكل اللي ممكن يبتدي بيه معين الشعباني ازاي يا كابتن وائل؟
العب 3-5-2 قدام النادي الاهلي، اه هتديني عمق هجومي، هلعب على الاطراف، اشتغل بشكل جيد. يعني الترجي يمكن عنده مشكله هجوميه في المهاجمين اللي موجودين، فاقدين الثقه، فاقدين النقطه اللي هي بتحسم الاهداف، والفريق ممكن يوصل لمرمى المنافسين ولكن ما يسجلش. فدي يعني احنا لازم نستغل النقطه دي كالنادي الاهلي، ان احنا نسجل ونحط ضغط اكتر على فريق الترجي يا اسامه. انما الترجي مطالب باللعب بتوازن، محاوله لعب توازن، محاوله الهجوم مع في عمق دفاعي موجود، تحسب ان الاهلي ما يدخلش فيه هدف، وطول ما هي 0-0 ان الترجي عنده امل. طبعا فاهم؟ طبعا لو للدقيقه 90 ممكن يسجل. فاحنا لازم نبقى الافكار اللي انا بقول لك عليها دي لعيبه النادي الاهلي واكيد موسيماني متوقع ان ده اللي هيحصل من الترجي. وانا بتفق معاك ان هدف من جانب النادي الاهلي بيقضي على امال او بيصعب امور الترجي. اخيرا يا كابتن وائل، قول لي بقى المباراه اللي كانت امام الترجي اللي انت عمرك ما تنساها. والله يا اسامه احنا لعبنا قدام الترجي كتير وهنلعب قدام الترجي كتير، يعني مش لا وكابتن وائل جمعه لاعب المباراه اللي ما ينساهاش. وانا لاعب كانت مباراه 2012 طبعا، مباراه تاريخيه بالنسبه لنا يا اسامه، اللي احنا خدنا فيها اللقب والمباراه دايما اللي بتبقى فيها اللقب دي بتبقى مباراه ذكريات تاريخيه. انما بالاضافه كمان للمباراه دي انا اشوف ان هي يعني كاداء فني افضل مباراه النادي الاهلي عملها في تاريخه في افريقيا كانت مباراه الترجي دي 2012. من حيث القيمه مباراه الاهلي والزمالك طبعا بتكلم، انما كاداء فني مباراه الاهلي والترجي هي الافضل افريقيا للنادي الاهلي في مشواره في افريقيا، يعني من اول انا ما تابعت الكوره. انما كقيمه وتاثير على المنافس كانت مباراه الاهلي والزمالك مباراه البذوره اللي فاتت. تمام. اخيرا كابتن وائل، قول لي بقى وانت بتلعب خماسي دلوقتي، واحنا خدناك من ماتش خماسي، كابتن وائل جمعه حريف دلوقتي في الخماسي زي ما كان حريف في الملعب ولا بتقدر؟ كنا بنلعب ثلاث فرق يا اسامه، عايز اقول لك ان انا فرقتي كانت وحشه جدا، عمالين نتغلب ونطلع، اللي بيسجل هدفين بيكمل، الفريق الثاني بيخسر، احنا فرقتي عماله تخسر فما لحقتش العب الصراحه. يعني احنا ساعه ونص لعبنا ثلاث مباريات ولا حاجه. طب فين المهاره اللي احنا اعتدنا عليها لا كابتن وائل جمعه؟ انت عارف الخماسي يا اسامه في مهارات هجوميه بس، انما الدفاع لازم كل الفرقه تدافع وما كانش في حد بيدافع معايا، فطبعا اتقطعت يعني النهارده. يلا تعوضها الماتش الجاي ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا اسامه وربنا يخليك. شكرا ان شاء الله للنادي الاهلي بكره ان شاء الله ونفرح كلنا ان شاء الله بكره. ان شاء الله ان شاء الله. بشكر كابتن وائل جمعه نجم الاهلي السابق منتخب مصر، كانت مداخله مهمه جدا منتخب غدا. والكل بياكد ان النادي الاهلي لسه ما حسمش ورقه الصعود للمباراه النهائيه، لسه برضو فريق الترجي ليه امال. كابتن وائل جمعه قال برضو نخلي بالنا بكره لعيبه النادي الاهلي من الكرات الثابته، فريق الترجي يعني بيمتاز بالكرات الثابته خاصه انه عنده اطوال. حاجه ثانيه وهكلم حضراتكم فيها بعد شويه، ايه التشكيل المتوقع او الافكار اللي بتدور في راس معين الشعباني؟ هقول لحضراتكم دلوقتي طريقتين بس، يعني بعد شويه هروح دلوقتي لاخبار اخبارنا قبل مباراه الاهلي والترجي، الاخبار المهمه وهنبتديها مع حضراتكم بالكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ومسانده كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي. النهارده كابتن محمود الخطيب كان متواجد في المران الختامي قبل مواجهه الترجي. دي دايما لقطه بنعتاد عليها او تعودنا عليها من الكابتن محمود الخطيب، مش قبل مباراه الترجي النهارده بس، لا كان في مباراه ايضا سان داونز وايضا كان السوبر الافريقي، في مباراه هناك المباراه الاولى امام الترجي التونسي في تونس، وشفنا استقبال كبير جدا من جانب اللي هناك رئيس النادي الاستاذ حمدي المؤدب رئيس الترجي التونسي. والنهارده برضو النادي الاهلي او امبارح بيستقبل الاستاذ حمدي المؤدب، وده برضو العلاقات ما بين الاهلي والترجي دايما علاقات ممتازه بين اشقائنا في تونس. ودي لقطه الكابتن محمود الخطيب ومسانده كبيره للاعبي النادي الاهلي وايضا لمستر موسيماني. موسيماني ان شاء الله بتمنى له كل التوفيق انه يدير اللقاء بكره بشكل زي ما اداره في المباراه الاولى، ويكون موفق ان شاء الله في التشكيله اللي هيبتدي بيها المباراه وايضا في التغييرات. ده كان الخبر الاول. ايضا معانا خبر ثاني، الاهلي يرتدي الزي التقليدي في مباراه الترجي. بكره النادي الاهلي ان شاء الله يعني في الاجتماع الفني النهارده اللي حضره الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، النادي الاهلي بكره هيلبس التيشيرت بتاعه القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، والحارس بكره هيلبس الطقم الازرق السماوي.
ايضا فريق الترجي بكره هيرتدي الزي الثاني الطقم الازرق، دي بكره التفاصيل هتكون موجوده في لقاء غدا. الفريقين ان شاء الله يعني تاكد وجودهم قبل المباراه بساعه ونصف، مباراه ان شاء الله هتكون موجوده بكره ان شاء الله في ملعب الاهلي والسلام. طيب نروح زي ما احنا شفنا الجانب الاهلاوي الكابتن وائل جمعه، ايضا نروح للجانب التونسي بقى، عايزين نشوف الرؤيه التونسيه وماذا يدور في الشارع التونسي عن مباراه الاهلي والترجي. نروح لواحد من نجوم الترجي الكابتن سيف الله محجوبي، تحياتي ليك يا كابتن سيف الله. السلام عليكم كابتن ومرحبا بيك ومرحبا بالاخوه الكل. شرف كبير برشا باش نجي باش نشارك معاكم ونعطيكم رايي. منور قناه الاهلي. شكرا شكرا صديقي. شايف العلاقات ازاي ما بين الاهلي والترجي، استقبال الاستاذ حمدي المؤدب في تونس لبعثه الاهلي، وهنا ايضا الكابتن محمود الخطيب يستقبل بنفسه بعثه الترجي، شايف العلاقات ازاي دي ما بين الاهلي والترجي وبنقولها مصر وتونس؟ اكيد اكيد احنا شعب واحد مصر وتونس. شفنا الاستقبال الكبير لحمدي المؤدب للكابتن وشفنا زي كيف في مصر معناها نفس الاستقبال. شكرا، احنا الكوره تقعد 90 دقيقه وكل واحد من بعد اللي يربح صح عليه، احنا بالتونسي كل اللي يربح صح عليه. المهم احنا علاقتنا باهيه مع الاهلي ومع الفرق الكل معناها. تمام، شايف ازاي اللقاء بكره بين الاهلي والترجي في اياب دور نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا؟ اكيد زوز فرق كبار افريقيا، كي نقولوا الترجي والاهلي زوز فرق كبار تاع افريقيا عندهم وزنهم في افريقيا. هذا شوط اول تلعب في تونس، صحيح الاهلي فاز ب1-0 لكن احنا في الترجي التونسي لازمنا نقولوا معناها عملنا مقابله مش متوسط ولا مش مقول ضعيف متوسط، لكن عندنا ان شاء الله عندنا اللعيبه وعندنا خبره اللاعبين ان شاء الله، وحتى الجمهور هنا متفائل ان شاء الله بقدره ربي، متفائلين ان شاء الله باش نكونوا فما رده فعل من لاعبي الترجي التونسي. غياب اليعقوبي والشعلالي هل غيابات مؤثره بسبب الاصابات في فريق الترجي ولا الترجي أكيد يملك البدائل؟ اكيد كابتن، اكيد كابتن، اي لاعب ينقص من المجموعه باش يتاثر الفريق اكيد، معناها خاصه اليعقوبي شعلالي معناها من ركائز الفريق، لكن الحمد لله معناها عندنا اللعيبه اللي يعوضوا، خاطر احنا في الترجي التونسي ما دام اسمه مقيد معناها في مع المجموعه باش يلعب كاس افريقيا لازم يكون حاضر في اي وقت ينجم يكون يلعب. الحمد لله معناها عندنا في البنك وفي البنك عندنا لاعبين ينجموا يعوضوا اليعقوبي، عندنا لاعبين ينجموا يعوضوا شعلالي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يمكن كما قلت كلام زوج فرق كبار. الشوط الاول لعبت في الاهلي، لعبت في تونس وفاز الاهلي، علاش لا الترجي التونسي؟ شفنا حتى صحيح لما ضغط كبير، ضغط جماهيري كبير بعد المباراه والخساره معناها اللي ما كناش نتوقعوها الحق، معناها خاطر كنا في الو بتلعب مش بالروح هذيك، لكن هذيك الكره جات فرصه سجلت الاهلي. الترجي التونسي في الفرصه الاثنين اللي جاوا ما تغلوهمش، لكن احنا ان شاء الله قلنا علاش لا، احنا من الفرق اللي نلعبوا الاكسترير معناها نلعبوا مع خارج الارض، نعرفوا نلعبوا بكدا، نعرفوا ندافعوا بكدا، نعرفوا نهاجموا ان شاء الله. شايف المواجهه ازاي ما بين معين الشعباني وموسيماني خارج الخطوط؟ اكيد اكيد هنا لازم تحذير أبار تكتيكي ولا فني، لازم هنا تحذير كبير برشا من المدربين الزوز، لخاطر ما عندهمش برشا وقت، عندهم 5 ولا 6 ايام باش يحضر الفريق. فريق منتصر في الذهاب، فريق منهزم في الذهاب، مش نفس التفكير للزوز. اكيد معين مش باش يرمي بالاسلحه من الاول، خاصه الشوط الاول مش باش يلعب الكل في الكل، بالعكس نتيجه 1-0 صحيح تكون صعيبه، لكن يمكن نشوفوا رده فعل معناها المدرب الزمالك كيفاش يلعب الهجوم، مش يخلي الترجي خلي شفنا في رادس المدرب الاهلي لعب عالي اسكو باش يلعب نفس الطريقه، هنا معين اسكو باش يلعب بنفس الطريقه ولا باش يبدل يغير باش يلعب زوج مهاجمين. هنا باش نشوفوا احنا غدوه ان شاء الله باش نشوفوا معناها باللغه التونسيه عركه ما بين المدرب التونسي والمدرب الاهلي في وسط اللقاء في وسط الميدان. اكيد شايف ازاي عناصر القوه في فريق الترجي؟
الترجي القوه قوتنا الحمد لله في المجموعه، قوتنا في المجموعه ما تاثرش. عندنا برشا لقاءات كنا خاسرين وترشحنا وتاهلنا. الاستسلام لا في الترجي التونسي معروف للاعبين والجماهير، والجماهير زاده ما نستسلموش بسرعه. عندنا مازال عندنا امل، عندنا الملاعبين زاد عندنا الثقه فيهم، عندنا ثقه في في في, في الهجوم خاصه. لكن صحيح ما مشاش في ماتش الاهلي وهذا يعتبر عادي في ماتش نصف نهائي كاس افريقيا، ينجم يكون اللاعبين ما همش مركزين وما همش حاضرين معناها في الماتش. لكن ماتش العوده عندنا ثقه في الملاعبين، عندنا المهاجمين ان شاء الله يبدا كما نعرفوا احنا الهوني خاصه البدري الكولي بالرمضان، عندنا عبد الباسط، عندنا ان شاء الله لاعبين ان شاء الله اخرين باش نعاود عليهم ان شاء الله. بيان سور هذا مانيش مدرب انا الترجي التونسي حاليا، لكن حسب الاخبار ثم تكتيك جديد، ثم ملاعبيه باش تدخل جدد ان شاء الله، ان شاء الله يعطيوا الاضافه ان شاء الله. ان شاء الله بكره يعني هتكون مباراه قويه ونتمنى فيها التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. يا كابتن سيف الله انا بشكرك شكرا شكرا جزيلا وتطلع مباراه. اكيد يعني كل واحد باش يشجع فريقه، انا اكيد اشجع الترجي التونسي بماني التونسي واني ولد الترجي التونسي، واللي يلعب خير نعاود ديما نقول لك واللي يلعب خير ويكون مركز خير في الميدان هو باش يربح، ومبروك عليه. انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني واحد من نجوم نادي الترجي الكابتن سيف الله محجوبي كان واحد من نجوم الترجي التونسي. عندنا المؤتمر الصحفي لمستر موسيماني النهارده وماذا قال عن مباراة الأهلي والترجي غدا. نروح نسمع موسيماني ومحمد الشناوي. السلام عليكم. يا the return leg of course with a small advantage to us but we all know that the history of of Ali and Taraji in Tunis and in over here, the history speaks a lot, but sometimes the history doesn't say nothing. So what's important for us is to try and protect our lead, which is a small lead of 1-0. And how do you protect the lead? By scoring. And how do you protect the lead? By making sure that the opponents don't score. So those are the only two solutions you need to have tomorrow. But yeah, of course, I think, in my opinion, it's going to be a very open game from the first minute, because I would expect the opponents to try and score. And we're also playing home, we have to score. So maybe a good game to watch because it's going to be open a bit. هو بيقول الماتش طبعا احنا عندنا افضليه بسيطه من الماتش الاولاني طالعين كسبانين 1، بس ده ما يعتبرش هي افضليه بسيطه جدا، لان لو بصينا لتاريخ الناديين الاهلي والترجي سواء في القاهره او في تونس التاريخ بيقول حاجات كتير، بس ساعات التاريخ بيقول حاجات كتير ما بيقولش حاجه، بمعنى يعني الكلام اللي بيثبته التاريخ ممكن يحب بنسبه عكسه. الماتش هيبقى صعب طبعا بالنسبه للفريقين، طبعا عشان نتاهل لازم نحافظ على التقدم بتاعنا او الليد اللي هو الافضليه بتاعتنا بالجون اللي احنا جايبينه، سواء ان احنا نعزز بجون تاني او شباكه تبقى نظيفه ما نستقبلش اهداف. انا بتوقع ان هيكون ماتش مفتوح، الفريقين هيلعبوا، الترجي هيحاول تجيب اهداف واحنا هنحاول نجيب اهداف، وهيبقى ماتش كويس، هيبقى ماتش يعني ماتش ممتع. Tomorrow what's important is the results, not really how you play. Because who cares how you play? At the end of the day, we want to go through. Of course, we would like to play better than the way we played in Tunis. But football is football. So you have, tomorrow for us is about the results. بكرة الماتش بيتحسم بالنتيجة مش بالأداء. طبعا احنا اكيد عايزين نأدي اداء افضل من اللي قدمناه في تونس، بس بيتقال مين اللي كسب ومين يتأهل، فالنتيجة هي اللي هتحسم التأهل مش شرط الأداء. فاللي هو المهم بالنسبة لنا بكرة نتيجة المباراة أكتر من الأداء. Difficult opponents, good team we're playing against, good coach we're playing against, but we also have a good team. خصم صعب طبعا، فريق قوي ومدرب كويس بيلعب قدامه، بس احنا برضه فرقة كويسة. And I think إن شاء الله we qualify. وأعتقد إن شاء الله هنتأهل. We are playing home and I think you have seen all the games when we play here, we play to win.
بنلعب على ارضنا، واعتقد شفتوا كل الماتشات اللي بنلعبها هنا في على ارضنا، بنلعب عشان نكسب. We are at home. احنا على ارضنا. I don't like to put myself ahead of the team because I'm not playing. هو طبعا السؤال برضه عشان ما سمعوش، هو كان بيقول هو المدرب الترجي عنده خيار واحد بس انه يكسب، لكن انت عندك خيارين، المكسب او التعادل، حاجه زي كده بتديك افضليه او بتديك اريحيه وانت بتتمرن ولا لا. فهو بيجاوب اول حته في الاجابه بيقول انا ما بحبش نفسي احط قبل نفسي قبل الفريق، ما بتكلمش عن نفسي قبل الفريق يعني. It's important at this point in time we are professionals, we should worry about the results not about personal egos. يعني بيقول اهم حاجه ما تفكرش في انا في احساسك بذاتك، لا فكر في النتيجه في الفرقه. And I think the coach of Taraji has done very well. I think he has won more. He's got a better CV than my CV. So I've got nothing to prove. انا مش عايز اثبت حاجه، طبعا كلنا عارفين ان مدرب الترجي السي في بتاعه السيره الذاتيه بتاعته افضل من السيره الذاتيه بتاعتي، هو مدرب كبير فما عنديش حاجه اني اثبتها يعني. For me, it's all about the team. It's about Ali to go to the finals. كل فكر دي فكر الفريق والنادي الأهلي يتأهل للنهائي. That's all. ده كل أقدر أقول. We'll cross the bridge when we come to it. You can't talk about the final. هو بيسأل عن النهائي، عايز تتمنى تقابل الترجي الوداد ولا كايزر شيبس؟ بيقول احنا هنتكلم عن الموضوع ده لما نوصل للنهائي، احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي في الموضوع ده. The biggest mistake is for the coaches to talk about the final whilst they have a game here. أكبر خطأ ممكن يعمله مدرب إن يتكلم عن النهائي مع إنه لسه عنده ماتش هنا في دور قبل النهائي لسه ما اكتسهوش يعني. Ever since we played the Champions League from last year up till today we are here. Ali has never played with the fans. بقول حياتك من السنة اللي فاتت وكنا بنلعب في في بطولة أفريقيا حتى الآن الأهلي عمره ما لعب بجماهير في آخر بطولة. And we are in the second leg of the semi-final. وإحنا في الماتش العودة بتاع نصف النهائي. Of course it's better when you have your fans, but we have never had them. طبعا الأفضلية أحسن يكون عندك جمهورك معاك وراك، بس إحنا عمرنا ما كان عندنا جماهير. The first time I saw the fans of Ali was in Qatar. اخر مره شفت جماهير الاهلي كانت في قطر، حكى عارف عشان الكورونا دلوقتي ما فيش جماهير بتيجي. Since I'm here I've never seen them. من وقت ما جيت ما شفتش جماهير هنا خالص. So of course I've played against Ali before with my former team. But لعبت قدام الاهلي قبل كده مع سان داونز فريق القديم. And I know the power behind the 12th player of Ali. I know that. انا عارف ان الجماهير واللاعب رقم 12 وبتدي طاقه بتدي قوه للفريق. Because it used to affect me when I was with the former team. لان هو لما كان مع فريق المنافس مع سان داونز كان بيتاثر بيها، بتاثر بوجود الجماهير النادي الاهلي. But now we don't have the fans, so we know that we have them, the support at home. We know they will support us. But if we start looking, if Taraji had the fans and we didn't have the fans, it's neither here nor there. If that was the difference, maybe that was that gave us a motivation in Tunis. بيقول حياتك طبعا الجماهير هتبقى موجوده بتساعدنا بس في بيوتهم، بس احنا مش هنقعد نقول بقى عندنا جماهير وكان عندهم جماهير، لان دي مش هتعمل فرق. لو كان في بتصنع فارق الجماهير كان الترجي كسب على ارضه وكان جماهيره بتسنده. But we can't talk about if they are here tomorrow night. You know they're not here. لكن مش هنقول لو كان في جماهير بكره، احنا عارفين مفيش جماهير بكره، فمش هنتكلم على غياب الجماهير. ان شاء الله one day we will see them back. ان شاء الله في يوم من الايام نشوف الجماهير، عوده الجماهير تاني باذن الله. I've never seen them. هو عمره ما بات مجيء عمره ما شاف جماهير. يعني ده المؤتمر الصحفي النهارده لمستر موسيماني، وابرز ما جاء في كلامه النهارده ان مباراه بكره امام الترجي مباراه صعبه، مباراه بكره بتحسم بالنتيجه وليس بالاداء، وده شيء يعني منطقي وشيء واقعي بالنسبة لمستر موسيماني. اتكلم برضو عن عدم حضور الجمهور بكرة، قال طبعا جمهور النادي الأهلي جمهور كبير وجمهور عظيم ودايما مساند وداعم للفريق، يعني آخر مرة شفتهم كان في بطولة كأس العالم الأندية، لكن النادي الأهلي النهاردة يعني بقاله فترة ما لعبش بالجمهور، فما أقدرش النهاردة أن أنا أتحاجج بعدم حضور الجمهور، جمهور بقاله فترة. فالنهاردة برضو يعني مستر موسيماني ما عندوش الحجج حتة الجمهور أو عدم حضور الجمهور، قال هناك الترجي في وسط جمهوره وحضور جمهوره خسر، فالنهاردة احنا بكرة لينا تركيز وهدف واحد. برضو من ضمن الأسئلة اللي كان أحد الصحفيين سألها المستر موسيماني وكان رده قاطع وواقعي فيها، لما قال له بقول له تفضل مين في النهائي، كازر تشيفز ولا الوداد؟ قال له أنا عندي مباراة بكرة لسه في قبل النهائي، ده كل تركيزنا منصب عليها، وده يبين مدى التركيز على موسيماني على مباراة بكرة المباراة الصعبة.
نروح ايضا، ده كان كلام موسيماني، ايضا نروح لكلام كابتن النادي الاهلي الكابتن محمد الشناوي. طبعا المباراه طبعا احنا عارفين ان هي صعبه جدا بكره، واحنا اللعيبه عارفه ان المباراه تبقى صعبه جدا. احنا كان عندنا شوتين زي ما بيقولوا، احنا الشوط الاولاني الحمد لله طلعنا باللي احنا عايزينه، الشوط الثاني بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه بكره ونطلع باللي احنا عايزينه ان شاء الله. طبعا اللعيبه عارفه الموقف اللي احنا فيه وعارفه صعوبه المباراه. المباراه اللي فاتت واحنا في تونس كان فيها جمهور كان موجود، واحنا كنا عاملين حسابنا ان الجمهور كان موجود، واحنا عاملين حسابنا كل السيناريوهات اللي كانت موجوده، اللعيبه كانت مركزه واللعيبه هي عارفه ايه هدفها. واحنا كلمنا بعد ما رجعنا برضو من تونس اللعيبه الكبيره ومعايا اللعيبه الكبار اللي موجودين عارفين ايه هدفنا. احنا عندنا شوط تاني واللعيبه كلها مركزه، والفتره اللي فاتت كلها كنا بنشتغل على المباراه، والحمد لله يعني اللعيبه عارفه ايه الفتره الجايه هنعمله. مفيش حاجه اسمها سكه زياده خالص، احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه ما عدناش. ان شاء الله الماتش الجاي بكره نتاهل، نركز بكره ونعمل شغلنا وكله يركز في المباراه. بعد المباراه ان شاء الله بعد ما الحكم يصفر نقول مبروك النادي الاهلي. احنا خلصنا المباراه الاولانيه في تونس، احنا زي ما قلت في الاول خالص ان احنا بالنسبه لنا في ماتشين الشوط الاولاني احنا خلصنا هناك، واحنا خدنا النتيجه اللي احنا عايزينها. اللعيبه مركزه جدا الفتره ديت ان الماتش ده اصعب من الماتش الاولاني. احنا بنحترم فرقه الترجي جدا، واحنا عارفين ان هم عندهم خبرات كتير جدا في البطوله الافريقيه، زي ما احنا برضو عندنا خبرات. اللعيبه احنا على طول بنتعلم من الدروس اللي حصلت قبل كده، واحنا على طول بنتذكر اللعيبه الفترات اللي فاتت ايه اللي بيحصل بالظبط احنا اللي بنتكلم فيه. عشان كده المباراه دي هتبقى اصعب من المباراه اللي هناك في تونس، واحنا عارفين ان المباراه دي صعبه جدا. وبنحترم فريق الترجي وعامل لهم حساب، طبعا الفرقه كلها مركزه والفرقه كلها عارفه ان احنا لسه ما تاهلناش، هنتاهل ان شاء الله بكره بعد صفاره الحكم ان شاء الله. ده اللي احنا حاطين بكره هنبذل اكتر من ماتش تونس، والتركيز هيكون اكتر من ماتش تونس ان شاء الله. يعني برضو نفس كلام الكابتن محمد الشناوي، هو نفس كلام موسيماني، صعوبة اللقاء، لسه ما تأهلناش، اللعيبة كلها في أشد التركيز. وبالفعل يعني اللقطة اللي احنا شفناها هناك في تونس في أوضة اللبس بعد المباراة مباشرة، وكلام كابتن محمد الشناوي وكابتن أيمن أشرف ولكل اللعيبة، ده يبين أن لعيبة النادي الأهلي على أشد التركيز وأشد الاستعداد. ده كان كلام الكابتن محمد الشناوي. أيضا نروح للجانب التونسي وبرضو نسمع الكابتن معين الشعباني المدير الفني للترجي وماذا قال اليوم في المؤتمر الصحفي. صحيح، هو معناها شفت بالظروف اللي صارت معناها في العالم، كورونا معناها فما نقص كبير في الجماهير، اكيد الشيء هذا يخلي انه نقص الضغط خاصه على فريق الاهلي، واكيد يخلي يمكن زاد اريحيه لفريق الترجي انه ما يلقاش جمهور معناها مساند للفريق نتاعو. كما في ماتش الذهاب ما كانش عندنا جمهور كبير، كان عندنا 5000، دونك الاهلي ما لقاش البريسيون الكبيره اللي كان يستنى فيها من الجمهور. كيف غدوه مش يكون فما العامل هذا، ان شاء الله نحن نعرفوا نتعاملوا معاه. ثم بطبيعه الحال جمهور الترجي ماهوش غريب عليه معناها المسانده نتاعو المطلقه للجمعيه نتاعو، هذيك ليدونتيتي نتاعنا، هذيك الفيرتي نتاعنا، فخورين بالانتماء للنادي هذا، لانه نادي ما يسلمش، نادي يلعب على الالقاب ومراهن جدي على كل الألقاب. اليوم الترجي الرياضي التونسي في نصف النهائي ويطمح باش يوصل للنهائي ويهز الكاس، هذاك علاش الأحياء نتاعنا ديما مستمرة على النجاحات وعلى الألقاب. كما قلت، شوف الفرق الكبرى ديما تلعب معناها على سمعتها وتلعب على تاريخها وتلعب على تقديم أفضل ما عندها. بطبيعة الحال المواجهات هذه صارت قبل بين الترجي وبين الاهلي ريفيلاسيون كبيره، ونتذكروا حتى قبل معناها الاهلي صارت نتيجه ايجابيه لهنا في مصر، والناس كل شافت الترجي في تاريخ مفتوح، ولكن الاهلي اخذها الانتصار نتاعو ولا اخذها حتى بطوله معناها في تونس. معناها كل الاحتمالات وارده في المباراه مهما كانت في تونس ولا في مصر، انت والجاهزيه نتاع الفريق في النهار هذاك. صحيح يمكن البريود الاخرى ما كانتش تعرف وقت اللي هزينا البطوله معناها على قبل 4 جولات، يعني
في فتره مبكره من انتهاءات البطوله ما عادش فما الموتيفاسيون اللازمه بالنسبه للاعبين، خاصه في غياب الجماهير بطبيعه الحال. يمكن المباراه اللي كانت فيها برشا حماس اكثر هي مباراه بالوزداد في مباراه العوده. بطبيعة الحال بعد الريتم تاع كل 3 ايام مباراة تلقى روحك واقف 3 اسابيع كاملة، وفما لاعبين كانوا معنا في المنتخب، ولكن وقت اللي تنقص الكومبيتيسيون المواجهات اكيد باش ينقص الريتم، ولكن هذا ماهوش عامل كبير ولا سبب مقنع انه باش نبرروا به الخسارة نتحملوها الكل، واكيد ان شاء الله باش نصلحوها باذن الله. بطبيعة كل مباراة عندها حقيقتها وعندها الفيزيونومي متاعها وتفرض عليك، هي المباراة هي اللي تفرض عليك معناها التغييرات، والتغيير متاع فاروق جاء سبونتاني وقتها حسيت معناها اللي الأولاد قاعدين راجعين في الماتش وقاعدين مش ماركي، وهو كان آخر شانجمون باش ندخل توغي كوم اتاكون، معناها في مخي قلت باش ندخل توغي باش نعدله ومام طون علاش لا فاروق. سيتي معناها كانت حاجة باهية، حافز معنوي كبير للاعبين نتاعنا وبطبيعة الحال الادفرسير شوية. مباراة غدوة اون سي جامي، بطبيعة الحال فاروق معناها في لي بينالتي معناها سي 100 بوان فور، احنا نقولوا ان شاء الله نترشحوا قبل البينالتيات، ولكن اذا استحقينا ومازال عندنا شونجمون اكيد فاروق ان شاء الله بتعطينا البلوس ان شاء الله. ده كان كلام الكابتن معين الشعباني المدير الفني للترجي عن مباراة غدا الأهلي والترجي. أنا عايز أخد من كلامه أهم نقطة قالها، قال إن كل الاحتمالات متاحة بكرة أو موجودة في مباراة الأهلي والترجي، وضرب مثل بمباراة الترجي والإزداد، مباراة العودة اللي كانت في تونس بعد ما كان الترجي خسران في الجزائر 2-0 ورجع على ملعبه كسب 2-0. هو ضرب المثال ده علشان الترجي رجع في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ده مثل أكيد هو اتكلم مع لاعبته النهاردة على المباراة دي وإزاي رجعوا في الثواني الأخيرة. النهاردة لما بتقدر تشحن اللعيبة والمعنويات والناحية النفسية للعيبة بتضرب لهم مثل بمباراة كانت قريبة كانوا هم موجودين فيها وقدروا يكونوا موجودين في البطولة مرة أخرى. المباراة دي لو كانوا خسروا فيها 1-0 كانوا خرجوا بره البطولة، لكن قدروا يرجعوا في الثواني الأخيرة، وده المثل اللي ضربه معين الشعباني لفرقته وبقول كل الاحتمالات موجودة. معين الشعباني في دماغه دلوقتي عايز أقول لحضراتكم إيه اللي بيدور في دماغ معين الشعباني. كل مدير فني أكيد قبل المباراة بيحضر لكذا سيناريو أو كذا أسلوب أو كذا طريقة ممكن يلعب بيها بكرة إن شاء الله قدام النادي الأهلي. أول طريقة أو أول تشكيل متوقع لمعين الشعباني اللي ممكن يلعب بيه بكرة، ممكن معين الشعباني يلعب زي ما لعب في تونس طريقة 4-3-3. هستعرض مع حضراتكم برضو أسماء لعيبة الترجي اللي ممكن بيدور في ذهن معين الشعبان. معز بن شرفية وده الحارس الأساسي هيكون موجود، هيلعب وراء 4-3-3 في خط الظهر، حمدي النقاز ناحية اليمين، عبد القادر بدران وخليل شمام وإلياس شتي. في خط الوسط كولوبالي قدامه 2 عبد الرؤوف بن غيث ومحمد بن رمضان. التلاتة الخط الأمامي أنيس البدري على اليمين وحمدو الهوني على الشمال وخالد عبد الباسط. الخط الأمامي عندنا أنيس البدري وحمد الهوني، الاثنين دول ليهم الأريحية النهاردة إنهم بيغيروا مع بعض في الجانب الأمامي، يعني ممكن في المباراة نشوف أنيس البدري جي ناحية الشمال قدام إلياس شتي وحمد الهوني يجي ناحية اليمين، عندهم حرية الحركة، عندهم لا مركزية في الحتة الأمامية. ده الشكل اللي لعب بيه هناك معين الشعباني في تونس. العنصر الوحيد اللي هيدخل خليل شمام، ده مكان اليعقوبي اللي عنده كورونا. خليل شمام هو برضو أحد العناصر الأساسية في فريق الترجي. العنصر الثاني أنيس البدري، أنيس البدري نزل الشوط الثاني ممكن يبتدي بيه المباراة، يبقى قوة هجومية لفريق الترجي. فده شكل متوقع أنه يلعب بيه معين الشعبان. لكن الشكل الأكبر بقى أو اللي بيدور بنسبة قوية جدا في دماغ معين الشعباني هو الطريقة الثانية اللي أنا هعرضها لحضراتكم دلوقتي، هي طريقة 4-3-4-2-1. ده اللي الكابتن وائل جمعه حتى اتكلم معايا في مداخلته، ده ممكن الشكل اللي يلعب بيه بكره معين الشعبان. زي ما احنا برضو قايلين معز بن شرفيه هو الحارس الاساسي فريق الترجي، هو مش هيتغير، هو الحارس الموجود. يلعب 3 في خط الظهر، حمدي النقاز، عبد القادر بدران وخليل شمام، زي ما احنا شايفينهم كده بخط عرضي، خط عرضي ورا في خط الدفاع. دي الطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان 5-3-2 او 3-5-2. هي حمدي النقاز ورا كانه بيلعب دور المساك، حمدي النقاز مش بيلعب باك رايت.
وعبد القادر بدران وخليل الشمام. طيب هو بيلعب بالشكل ده ليه؟ علشان يدي الافضليه والحريه لسامح الدربالي اللي نزل في الشوط الثاني هناك في المباراه الاولى امام الاهلي انه يبتدي المباراه، يبقى موجود سامح الدربالي والياس شتي. النهارده يكون عندهم حريه الانطلاقات على الاطراف من ناحيه اليمين سامح الدربالي والياس شتي من ناحيه الشمال، ويكون عندهم التغطيه في خط الظهر من الثلاثه اللي هيكونوا موجودين وثابتين في خط الظهر، حمدي النقاز وعبد القادر بدران وخليل شمام، وفي خط الوسط محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث. اذا النهارده في الطريقه دي كولوبالي مش هيكون ليه تواجد، اللي هيقوم بالدور الدفاعي في نص الملعب هو محمد بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث. الخط الامامي ممكن يحصل فيه تغيير، حمدي الهوني ثابت وانيس البدري موجود، ويليام توجي. ويليام توجي هو لاعب افريقي قوي، بيجري كتير، بيشاكس في كل كوره، شفناه في المباراه الاولى كان ناحيه علي معلول، في اخر المباراه خرج عبد الباسط المهاجم ولعب ويليام توجي، فممكن هو ده الشكل الاقرب لما يدور في عقل وذهن معين الشعباني. هو الشكل ده 3-4-2-1، الشكل ده هقول لحضراتكم تاني، دي التشكيله الاقرب اللي ممكن يلعب بيها بكره معين الشعباني. معز بن شريفيه 3 ورا، حمدي النقاز، عبد القادر بدران، وخليل شمام، 2 على الاطراف سامح الدربالي وياس شتي، و2 في وسط الملعب محمد بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيس، والخط الامامي حمدي الهوني وانيس البدري، وهيستغنى عن عبد الباسط خالد عبد الباسط، وهيكون موجود ويليام توجي ممكن من بدايه المباراه. ده التشكيل الاقرب، التشكيل الاقرب لما يدور في عقل وذهن معين الشعباني. واكيد هنتكلم دلوقتي مع ضيوفي اللي هيشرفوني دلوقتي بعد الفاصل، كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، معايا اتنين بقى من نجوم الاهلي الكبار ما شاء الله ليهم تاريخ كبير، علشان نتكلم النهارده بقى عن مباراه الاهلي والترجي، ونتكلم اكتر في الفنيات، وهنتكلم ايضا عن معين الشعباني ازاي بكره هيلعب قدام النادي الاهلي وايه التشكيل المتوقع للترجي. في البدايه برحب بنجم الاهلي الكبير كابتن شريف عبد المنعم، منور ومشرفنا كابتن شريف. كابتن اسامه ايه الاخبار؟ انت منور الدنيا يا كابتن اسامه. الشياكه والاناقه دايما كابتن شريف عبد المنعم ملك الشياكه. اوحش حاجه. ترافولتا مصر. اه طبعا. برحب بنجم الاهلي الكبير الكابتن اسامه عرابي. اهلا وسهلا بيك. بقالنا فتره ما شفناكش. اه بقى انا وانت فعلا ما اتقابلناش. ما بيننا لسه قبل الماتش اللي فات. ايه؟ لا انا ما شفتش. لا اسامه ما كانش معايا. لا انا ما شفتش كابتن اسامه عرابي بقالي فتره. انا سعيد. سعيد بوجودي معاك وطبعا مع الكابتن شريف ترافولتا مصر. في البدايه بس عشان ايه يعني بنحط قاعده. كابتن عادل عبد الرحمن المره اللي فاتت كان معترض شويه، انا وانت لما بنقول له نبتدي بالكابتن. طبعا الكابتن كابتن شريف عبد المنعم طبعا. هو كان معترض؟ لا يعني شويه كده من بقى معترض على ان احنا نتبعه. احنا عندنا الادميه دي ما ينفعش الكابتنه دي. الكابتن شريف تاريخ كبير، كان نجم كبير وما كانش عنده اي اعتراض. كلنا اخوات هنا طبعا. كابتن شريف قول لي بقى في البدايه كده، يعني بنشوف لقطه هناك الاستاذ حمدي المؤدب رئيس الترجي بيستقبل الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي، هنا برضو بالمثل كابتن محمود الخطيب برضو بيستقبل بعثة الترجي، شايف برضو العلاقات واجواء المباراه ما بين الاهلي والترجي ازاي؟ فرقتين كبار بادارتهم بلاعبتهم بكل حاجه. اخواتنا توانسه منورين مصر هنا، وكما استقبلونا الحمد لله بكل حفاوه في تونس، فمش غريب على النادي الاهلي ورموزه ان هم بيردوا نفس الشكل بنفس التكريمات بنفس كل حاجه، ومش غريب على كابتن محمود الخطيب الحقيقه بيعمل مجهود مدمج يعني ربنا يديله الصحه، وبيخرج من الاحتفال بوجود اخواتنا التوانسه. دي اللقطات معانا طبعا من مطار القاهره والاستقبال بعثه الترجي. طبعا فضل. كل الحفاوه والشرف ان هم موجودين عندنا هنا، وكابتن الخطيب بمجهود كبير جدا زي ما انت شايف اللي بيحصل، خرج من السما من على من الاستقبال على نادي مدينه نصر الانشاءات ويكمل الحقيقه، فمجهود كبير جدا يعني. فمش غريب علينا احنا ورموزنا كلنا ان احنا نتعلم ونبقى موجودين بهذا الشكل، بهذه المحبه والاخوه اللي باينه في كل تصرف وفي كل تحرك، حتى في الملعب في المباراه المره اللي فاتت يعني المقابله النهائيه اللي كانت بيننا وبينهم، الحقيقه اللعيبه بتخبط على بعض وبتخاف على بعض، وكان في شكل في الملعب جميل جدا غير اللي حصل قبل الماتش بساعه يعني. وده خارج عن ايد
نادي الترجي تماما وخارج عن ايد اي حد، واعتقد ان الامن يعني احتوى كل الموقف وكل حاجه، والمباراه عدت كويسه جدا، وهم يعني باذن الله بكره يكون برضو توفيق للنادي الاهلي باذن الله. وهم فريق الحقيقه يحترم جدا، فريق بطل بطل النسخه 2018 2019 يعني. فبكره ان شاء الله يكون المقابله بالنسبه لنا احنا الاوفر حظا، الاكثر هدوءا زي ما كنا في المباراه الاولانيه، الاكثر تحركا. يعني انت شوف انت معايا انا وانت كتبنا بعد البتاع تحرك لاعبي النادي الاهلي، فكانت لهم الفرصه الاكبر والغلبه في وسط الشكل اللي كان موجود حتى تاخر المباراه وكان من ده. ف انا يعني بامل باذن الله لعيبتنا برضو دايما في كل مره الحمد لله بنكتشف طريقه بنكتشف بيها نفسنا، بنكتشف بيها لعيبه عندها امكانيات كبيره قوي. مش هنتكلم على ديانج ولا محمد الشناوي ولا علي معلول ولا بنون ولا محمد شيخ، لا هنتكلم على اكرم توفيق بشكل الثقه. المباراه اللي فاتت ما تقدرش تقول لعيب واحد كان هو النجم، النادي الاهلي كله بموسيماني يعني حسيت بتحركاته، في مسؤوليه حسيت كبيره، حسيت بمسؤوليه، حسيت بهدوء، حسيت بفكر، حسيت ان كل واحد عنده شخصيه في الملعب بيدي الكوره اللي عنده، وده ان شاء الله اللي بنتمناه بكره باذن الله. يعني كابتن اسامه شايف المباراه بكره ازاي؟ يعني قبل ما اتكلم على المباراه اتكلم برضو على اللقطه اللي كابتن محمود الخطيب بيستقبل فيها رئيس بعثه الترجي التونسي. النادي الاهلي الحمد لله بطل وقدوه ومثل في كل شيء، فزي ما هو بطل بطولات بطل القاره برضو بيدي مثل في التنظيم والاداء والروح والسلوك، وكون الكابتن محمود يروح يستقبل رئيس بعثة الترجي التونسي هو برضو بيدي رسالة للجماهير انه يعني اذا كان حصل بعض الاحداث زي ما كابتن شريف قال في تونس قبل اللقاء اللي فات فده يعني ممكن يكون خارج عن الارادة او بعض الجماهير المتعصبة او ايا كان الظروف، لكن ذهاب الكابتن محمود لاستقبال رئيس نادي الترجي رسالة للناس انها مهما اعدادها يحضر. انا عارف طبعا انه ممكن ما تكونش الاعداد كبيره، النادي الاهلي كان طالب لا بكره بكره خلاص تاكد مفيش جمهور بكره، دي رؤيه النادي يعني الاهلي ساعة بكل قوه ان يكون في موجود جمهور لكن رؤيه الامن، واحنا طبعا بنحترم رؤيه الامن طبعا يعني طبعا. كل الدعوات ان شاء الله لفريق النادي الاهلي بكره ان شاء الله ايا كان، يعني سواء حتى لو في اعداد بسيطه هتبقى في الـ في الـ في الاستاد، فهي رساله انه ان احنا النادي الاهلي بيحافظ على يعني الكرم لضيافه الناس اللي موجوده، النادي الاهلي مركز في الملعب بس، النادي الاهلي ما عندوش سلوك خارج، ما عندوش يعني دي رساله مهمه جدا، والنادي الاهلي زي ما قلت هو مثل وقدوه في كل شيء يعني بالبطولات وغير البطولات والتنظيم والسلوك يعني والروح. بالنسبه للمباراه بكره ما فيش شك هي مباراه صعبه، ولكن النادي الاهلي المباراه اللي فاتت يعني كان في احسن حاله لي يمكن من فتره. ظروف اللقاءات المتتاليه قبل مباراه الترجي، عدد الماتشات اللي النادي الاهلي لعبها، ويمكن احنا في يوم ليله المباراه الماتش اللي فات كان معانا احمد سعيد واتكلمنا في النقطه ديت، محمد سعيد اتكلمنا في النقطه ديت، النادي الاهلي اتضغط جدا جدا في عدد المباريات اللي لعبها. الراحه فرقت فرق غير طبيعي طبعا، فوضح اداء وتنظيم وقوة لعيبة النادي الأهلي سواء في النواحي البدنية في الالتحامات في السرعة في الانقضاض، كانت اللعبة فايقة من الراحة اللي خدوها. يعني مستر موسيماني ادى 5 أيام راحة قبل كانوا 6 أيام أو 6 أيام، بعض الناس تخوفت شوية من المصابين فكنا قلنا إن دي هتفرق كتير جدا في أداء النادي الأهلي، وفعلا فرقت في كل شيء. حالة اللعيبة زي ما أنت قلت ما كانش واحد بس اللي كويس، يعني من الماتشات اللي تقريبا كل صحيح هيبقى فيه واحد متفوق عن واحد شويه، لكن تقريبا ال 11 كانوا كويسين، يعني كان الحاله في فوقان، سيطره، استحواذ، نواحي دفاعيه ممتازه، النص الملعب مسيطر، الثلاثي اللي كانوا بيلعبوا حمدي وعمرو سلاوي وديانج، الثلاثه اللي قدام كانوا بيستغلوا الهجمات المرتده كويس، كان في تنظيم جيد واداء
هايل من الفرقه وربنا توج المجهود اللي عملوه بهدف رائع لمحمد شريف. لكن كما تعودنا ان المباراه ديت تعتبر شوط واحد طبعا. والشوط الثاني ان شاء الله بكره في القاهره. صحيح النادي الاهلي نقدر نقول باذن الله باذن الله يعني حط رجل في النهائي قدم اولى قدم اولى ولكن التاني. لسه القدم الثاني فما فيش شك المباراه هتبقى صعبه. لعيبه الترجي عندهم بعض اللعيبه المميزين ما فيش شك في كده، منهم مثلا محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث اللي هم ثنائي مع فوسيني كولبالي في نص الملعب. الاثنين دولت خطيرين في التكمله الهجوميه، ويمكن محمد علي بن رمضان جايب لهم 5 تجوان هداف الفريق وحتى في المباراه الاولى هو تقريبا كان افضل لاعب في فرقه الترجي. عندهم حمدي الهوني في الجبهه الشمال لعيب كويس، رغم انه اكرم عمل عليه مباراه هايله، عمل على الجبهه كلها اللي فيها الياس شتي وحمدي الهوني عمل مباراه هايله. فهم عندهم بعض القدرات اللي ممكن تقلق، ولكن في المقابل النادي الاهلي لو في الحاله الطبيعيه بتاعته ان شاء الله زي ما تفوقنا في مباراه الاولى عندنا من القدرات وعندنا يعني من القدرات في الفرقه انها تقدر ان شاء الله بكره تحسم مجموع اللقاءين والوصول للنهائي والفوز بالبطوله ان شاء الله. يعني. كابتن شريف، يعني واحنا كنا بنذيع المؤتمر الصحفي دلوقتي المعين الشعباني قال كلمه مهمه كده من ضمن الكلام، يعني قال لك كل الاحتمالات بكره موجوده. عايز اخد رايك في الكلمه دي، وضرب مثل بمباراه بوريزداد، المباراه اللي كسبوها في ترجي وكانت في الثواني الاخيره، لكن كنا في بدايه حلقتنا كنا بنقول وجه رسالتك، يعني كان الهاشتاج بتاعنا النهارده لجماهير النادي الاهلي. بكره جمهور النادي الاهلي مش موجود في المدرج، لكن كل الدعوات بكره ان شاء الله جمهور النادي الاهلي دعواتها هتكون موجوده بكره للاعبي النادي الاهلي. وقلنا وجه رسالتك للاعبي النادي الاهلي، دعمك لاعبي النادي الاهلي، وكل الرسائل هتوصل ما شاء الله. جات لنا رسائل كتير جدا من جمهور النادي الاهلي دعم ومسانده للاعبي النادي الاهلي بكره قبل المباراه المرتقبه. يعني عايز اقول بعض الرسائل برضو ومشاركه جماهير النادي الاهلي معانا. ايهاب بيقول عايزينكم تقاتلوا لاخر نفس. محمد بيقول كونوا رجال كما عهدناكم، كونوا على قدر الثقه، فرحونا ان شاء الله بكره لعيبه النادي الاهلي تفرح كل جمهور النادي الاهلي. يوسف بيقول كونوا كما عهدناكم برضو نفس الرساله. كريم بيقول كل الاهلاويه بيدعوا لكم بالنصر، كل ال 100 مليون بكره الاهلاويه بيدعوا لجماهير النادي للعيبه النادي الاهلي. نوره بتقول احنا واثقين فيكم، وانتم كل مره بتثبتوا انكم قد الثقه دي. التاهل هيبقى من القاهره باذن الله ان شاء الله، والعشرة تكون في الجزيرة. ملك بيقول متبقي 180 دقيقة ليصنعوا تاريخ جديد، وده اللي احنا متعودين عليه من رجالة الاهلي. ان شاء الله الجيل ده يقدر يصنع، يعني يصنع تاريخ كبير، انه يوصل للمباراة النهائية وياخد البطولة للمرة التانية على التوالي. هدى بتقول انتم ابطال وقدها ودود، مفيش حاجة كتير عليكم. ما شاء الله في رسائل كتير جدا ودعم من جمهور النادي الاهلي. كابتن شريف، كنت بسالك عن معين الشعباني، وابرز ما جاء في يعني في كلامه في المؤتمر الصحفي بيقول قبل مباراه بكره كل الاحتمالات موجوده، برضو عنده ثقه في فرقته، عنده حظوظ لسه ما زالت موجوده، وضرب مثل بمباراه بوليزداد اللي صعد بيها لملاقات الاهلي، وبعد ما كان خارج البطوله قدر يسجل ويكسب 2-0 على ملعبه ويلعب ركلات جزاء ويصعد لملاقات الاهلي في مباراة قبل النهائي. بص كابتن اسامه، حق مشروع لاي فريق في الملعب ان هو يبحث على دعم عوده الروح تاني لفريقه، يعني بيبث روح الروح في اللاعبين تاني. ما اكثر انك انتوا مش هتقلقوا من اي حاجه، تلعبوا لعبكم، هم فرقه محترمه جدا لا يقلوا عننا الحقيقه، عندهم زي ما قال اسامه بعض العناصر، انما انا بشوفهم كلهم عندهم امكانيات. ممكن يكونوا في يوم مش يومهم، ممكن يكون الاهلي كان هو اللي اهدى، الاهلي كان احسن، الاهلي كان اكثر تحركا في الملعب، الاهلي كان عنده الشخصيه والفكر اللي هو خلاه على طول بيهدد. هما ساعات انت بتبقى بتلعب ماتش، الفرقه اللي قدامك شايفه لك ماتش تاني. ها كان معين الشعباني كان ليه تصريحات قبل كده عن مباراه سان داونز، قال لك الاهلي انا مش شايفه بالقوه اللي هو بتاعه الاهلي اللي احنا عارفينها. انا اعتقد ان الاهلي يعني مش في حاله
ما خدش باله ان الاهلي كان تحت ضغط قبل مباراه سان داونز بيلعب نادي الزمالك بكل 72 ساعه ماتش عنده اصابات كتير ما خدش باله من عوده الروح تاني بعد الراحه اللي احنا خدناها عوده المصابين اللي كانوا مش موجودين اذا كان في محمد هاني مش موجود يعني في حسابات اخرى بتبقى لكل فرقه المطلوب منها والشغل بتاعها الشاغل ازاي هتطلع من المباراه احنا كنا بنقول هناك عايزين نتيجه ايجابيه جت اكتر من ايجابيه الحمد لله كنا ممكن نكسب 2 و3 لان لو استغلينا بعض الفرص في فرق بتتخض لما بتلاقي الفرقه الثانيه بتهجم عليك اديك شفت فرقه الوداد كذا شيفرز عملت ايه ورجعت منتصره من هناك ما تعرفش ايه اللي هيحصل برده هناك في المباراه الثانيه فرقتين كبار وفرقه الترجي وفرقه الاهلي كبيره جدا بس انا قلت للمعين الشعباني المره فاتت ليله المباراه تو مباراه صعبه في تونس وصعبه في القاهره وبالصدفه وانا بقول كده لقيته بيقول نفس الكلام في المؤتمر في المؤتمر لقيته بعد ما انا بقول الكلام ده كان المؤتمر متسجل يعني هو قاله قبل بس انا ممكن يعني سمعته بعد كده فقال المقابله هتبقى مش سهله هنا في تونس ومش هتبقى سهله في مصر هناك في مصر نهينا عن النتيجه هنا هتبقى شكلها عامل ازاي فهو خلاص بقى في امر واقع دلوقتي وحس بقيمة المباراة بتاعته هنا بكرة واحنا لعبتنا الحمد لله عندها شكل وهدف لو اتفرجوا على نفسهم المباراة اللي فاتت ده اكبر محاضرة خدت بالك لكل لاعب بينه وبين نفسه يعني حتى محمد شريف في الفرص اللي يعني هيتفرج على نفسه كده يقول يا انا كان عنده فرصتين هناك في الماتش الاولاني كان ممكن يسجل ممكن اراجع نفسي يا اسامة فيهم هنا في الملعب عندي في وسط ارضي بقى يعني الدنيا كمان تبقى في ملعبي وانا عارف الزوايا شكلها ايه والملعب هنا بكره باذن الله يكون تعرف ملعب الاهلي والسلام الاهلي بكره والسلام بيديك فرصه انك انت تبقى في منطقه الخصم بسرعه يعني مش بعيد قوي زي الاستاد تحس انه مع ان يمكن هي نفس الحدود بس عشان المدرجات قريبه وكده تحس ان ده لا بس خلاص احنا ملعبنا الاهلي والسلام تعودنا عليه لعبنا عليه كمان عليه صن داونز لعبنا عليه نجم الساحل قبل كده خلاص اللعيبه الحمد لله ما شاء الله ودلوقتي هو ملعب حلو يعني كمان يعني في افضل حالاته ملعب الاهلي والسلام فهي المقابله بكره يعني اللي بيحسم المقابله بكره هدوءه تحركاتك الضربات الثابته يا اسامه ازاي بتتعامل معاها مهمه جدا الكرات الثابته دي يعني دي اهم حاجه ليهم ولينا خطوره الترجي في الكرات الثابته الكرات الثابته ليهم ولينا الحقيقه واحنا بنعمل ضربات ثابته دلوقتي بتاكتكس وكل حاجه حتى الكورنرز احنا كان لينا سابقه تهديف سان داونز وحاجات من تاكتكس ان هي تروح الاولانيه والثانيه بيبقى الناس كلها جايه مغطي عندك نيرف المكسب عندك نيرف انك تحافظ كل ده بيتبلور في ايه يا اسامه؟ في هدف زي ما قلنا هناك لو جبنا طبعاً هدف طبعا خدت بالك بنبقى لينا السطو لينا المكانه ولينا تاخد ثقه كمان الثقه لينا النفسيه ازاي انا اقدر العب زي ما شفت بعد ما جبنا الجول فرقتك بتلعب ازاي؟ بتتحرك ازاي؟ بامتيازات ديانج بامتيازات حمدي فتحي بامتيازات اكرم بامتيازات محمد شريف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الشكل الدفاعي واللي بنسميه رايح جاي عامل حاله موقف ناحيه احنا لسه طبعا ما نعرفش موسيماني واللي بيدور في دماغ موسيماني علي معلول واحساسه بالملعب وقد ايه التفوق اللي كان شفناه في تاني تايم الثبات بقى الانفعالي بتاع محمد الشناوي اللي بيدي كل دول ثقه طبعا فكل ده اللي احنا بنتمناه يبقى موجود بكره من حق معين الشعباني ان هو يحلم لنفسه ان يكون ليه وجود بكره بفرقته بنفس الشكل اللي النادي الاهلي كان عنده في تونس باذن الله انا كمان بحلم ان انا يبقى عندي حاجه اسمها شطب كول يعني من اول ما ننزل نجيب جول نعمل عمليه صعبه تحسس الفرقه الثانيه تهميده شويه يعني عمليه صعبت قوي علينا عشان نخش لازم نجيب جول واثنين ده لو ما كانش الاهلي ممكن يجيب جول ثاني فدايما هي سابقه التهديف وانك انت بتركز انك عايز تخلص الماتش بدري بدون ما تحس باي زيارات بتجيلك انت نفس الشكل نفس الشكل. يعني انا عاجبني الثلاثي قوي بتاع حمدي فتحي وعمرو سوليه واليو ديانج الستاره اللي معموله ستاره بتتحرك دفاعيا وهجوميا ما تش عارف مين فيهم اللي بيطلع ومين فيهم اللي بيرجع ومين فيهم هنا في مصر هيكون لهم اكثر تحرك باذن الله وانا بتفق معاك طبعا هدف في مباراه بكره بيدي الافضليه كمان للاعيبه النادي الاهلي كابتن اسامه اسمح لي نروح لفاصل وبعد الفاصل بقى عايز اسالك في التشكيل المتوقع للترجي وازاي معين الشعباني هيبدا المباراه بكره بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسامه كنت بسالك قبل الفاصل عن التشكيل او اللعيبه اللي ممكن تبدا بكره من الترجي وازاي بكره معين الشعباني هيبتدي المباراه.
هو بالنسبه للتشكيل يعني اتصور طالما احنا دخلنا في الامور النهائيه او الحاسمه اللي هي المباريات قبل النهائي والنهائي، التشكيل في معظم الفرق يكاد يكون ثابت باستثناء تغييرات بتبقى طفيفه، واحد او اتنين لاصابات لظروف طريقه لعب، لكن ما بيبقاش يعني التشكيل بيبقى في الغالب يعني عيني الشعباني يعني مستقر على التشكيل، ممكن لو غير في عنصر او اتنين بس. لانه انت لما تيجي مثلا لمباراه الترجي ده جانب من تدريبات طبعا الترجي النهارده على ملعب الاهلي والسلام، وده يعني كانت اخر تدريبه للترجي النهارده على ملعب المباراه بكره ان شاء الله. فلما تيجي مثلا لمباراه الترجي وشباب بالوزداد عن مباراه الترجي والاهلي هتلاقي ثلاث تغييرات حصلوا في المباراه اللي هي لعبوا فيها امام شباب الوزداد. كان معز بن شريفيه زي ما هو حمدي الاساسي حمدي النجاز باك رايت، الياس شتي ظهير ايسر زي ما هو، عبد القادر بدران كان موجود بس لعب خليل شمام، محمد علي يعقوبي، ولعب ماتشين احنا محمد علي يعقوبي، محمد عنده كورونا، عنده كورونا، فغالبا خليل شمام هو اللي هيلعب. فوسيني كل باله لعب في الماتشين، مش غالبا ده هو خليل شمام هيلعب بكره، يعني خليل الشمام ادي تغيير. التغيير الثاني اللي كان موجود كان في الثلاثي في نص الملعب في ماتش مواليد شباب الوزداد كان بيلعب غيلان الشعلاني مع فوسيني كل باله محمد علي بن رمضان، ماتشنا لعب عبد الرؤوف بن غيس وده من اخطرهم. فده كان التغيير الثاني اللي حصل. الشعلاني برضو ما جاش علشان عنده اصابه عضليه، ماشي، فتم استبعاده من المباراه مش موجود. لا انا بتكلم ان التغييرات بتبقى طفيفه لانهم كانوا بادئين في شباب الوزداد وما ابتدوش ماتش ده. وبرده كان بادئ انيس البدري في الجناح الايمن في ماتشنا احنا لعب بويليام توجي، اما بقيه العناصر كلها هي سبت. لانه خلاص التشكيل بيبقى شبه اكتمل، وبالذات لما بتيجي تخش على المباريات النهائيه. فخط خالد عبد الباسط كمان كان موجود، خالد عبد الباسط كان موجود، ما خالد عبد الباسط وحمدي الهوني موجودين. فهو التشكيل المتوقع هيبقى معز بن شريفيه، حمدي النجاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، الياس شتي، فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلاني زي ما هو، حمدي الهوني طبعا لانه من اخطرهم في الجناح الايسر زي ما هو. هو التغييره هتحصل اذا حصلت خالد عبد الباسط بيلعب راس حربه وفي انيس البدري، ويليام توجي ممكن يلعب، ويليام توجي ممكن يلعب، انيس البدري يبدا. الماتش بتاعنا كان احتياطي ونزل، ماتش بالوزداد كان بادئ. دي التغييره اللي ممكن دي اللي ممكن تحصل اذا حصلت يعني، لكن في الغالب ما اعتقدش انه عين الشعباني وهو خسران واحد هناك في تونس وبيلعب المباراه الثانيه وحضرتك يعني مدير فني هيقسم المباراه ولا بيتم الدفع بالاوراق بتاعته من اول المباراه ولا بيقسم المباراه لاجزاء؟ شكل المباراه هيكون ازاي بالنسبه لمهاجم الشعباني بكره؟ ما هي دي بقى اسامه، في كل مدير فني بيبقى ليه فلسفه. ممكن جدا واحد يقول لك انا خسران، ممكن يبقى تفكيري ان انا انزل عايز ابغت النادي الاهلي والعب بشكل ضاغط مثلا ان انا اخطفه. لا ما مش بتكلم انه غير طريقه اللعب، انا بتكلم انه في الاسلوب. يعني هو بيلعب 4-3-3 اعتقد هيستقر عليها، بس انا اقصد انه يغير في الاسلوب، انه بدل مثلا ما حتى في ماتش الاولاني ضغط النادي الاهلي بكره ممكن الضغط الامامي بكره انا بتكلم كتفكير ممكن يحصل كده، لكن ما اعتقد انا بقول ما اعتقدش انه هيعمل كده. يعني حتى في مباراه الترجي الاولى تحس انه كان في تحفظ منه، ما كانش بيلعب باسلوب ضاغط على النادي الاهلي لانه عارف قوه النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي، فتلاقيه كان بيلعب ايه تلتين ملعب، احيانا كان بيتراجع نص الملعب وكان سايب الاستحواذ فترات وعايز يخطف في هجمه مرتده او في بعض الاوقات بعد ما دخل الجون ابتدى يضغط شويه لانه عارف خطوره النادي الاهلي ومقدرها، رغم ان هو ممكن تصريحاته بكره ممكن يعمل نفس الشكل ده وانا بقول كده النادي الاهلي بالضغط العالي. لا انا ممكن يلعب نفس الشكل. انا بقول كده انه ممكن يبقى متحفظ ويحاول يخلي الوقت يفضل 0-0 لوقت ضيق شويه، يعني مثلا يبقى ناقص تلت ساعه 20 دقيقه الوقت اللي هيخاطر فيه قوي. والوقت الثاني اللي هو الاولاني ده ممكن يلعب على هجمه مرتده، على ضربه ثابته، على يعني انا اقصد انه ممكن يضيق زمن الماتش، يحاول ان النادي الاهلي ما يخطفوش في جون. لان هو خلي بالك هيبقى في حيره من حاجتين، هو عايز يجيب جون وفي نفس الوقت هيبقى قلقان لو فتح خطوطه قوي
عارف خطوره لعيبه النادي الاهلي ممكن جدا النادي الاهلي ايوه هيصعب هتبقى كل ما النادي الاهلي يجيب جون انت عايز تجيب اثنين يعني النادي الاهلي لو خطف جون يبقى انت عايز تجيب اثنين لو جاب اثنين انت عايز تجيب ثلاثه فانا متصور ان هو هيبقى مش مخاطر قوي يعني هيبقى متوازن طول ما النتيجه ماشيه 0-0 ده توقع الشخصي ايوه ده في صالح معين الشعبان هو لسه في المباراه ولسه اماله وحظوظه موجوده مظبوط طول ما هي 0-0 ممكن يخطف زي بوليزداد في الدقايق الاخيره يبقى برده موجود في هو ده انا متفق معاك فيه انا متصور في انا متصور السيناريو ده ان هو هيحاول انه يضيق الموضوع ويلعب على هجمه مثلا مرتده قدر يخطف فيها يخطف او كره ثابته وكل ما الوقت هيضيق هيبتدي بقى يخاطر اكتر يعني لما يكون مثلا ناقص ربع ساعه والنتيجه 0-0 ال 20 دقيقه الاخيره فده تصور ممكن يكون موجود انا اتوقعه لكن في مدربين تانيين زي ما انا قلت لك ممكن يقول لك لا انا انزل اجازي بقى وزي ما تيجي انا خسران لكن انا ما اعتقدش ان السيناريو ده هو اللي هيتم توازن في الاول ايوه كابتن شريف النادي الاهلي فايز هناك في تونس 1-0 احرازك هدف هناك وانت كسبان 1-0 وداخل مباراه بكره وانت كسبان المباراه الاولى ده يديك ثقه ولا يديك حذر؟ يديك اكثر هدوء في التعامل حلو قوي التعبير ده ولا ثقه ولا هدوء اكثر هدوءا كسبان 1-0 والكره بتجيلي عايز اعدي عايز اباصي 1-2 عايز اعمل الشكل اللي كنا بنعمله المثلثي اللي انا اتفرجت عليه في تونس كل لعيب يا اسامه بيمسك الكره الاقي اثنين بيظهروا له لاعب ديفندر الاقيه بيتحرك طولي فياخد ال 1-2 من قفشه عشان يوصل لغايه خط 18 يعمل ثرو باس لتحركات من محمد شريف الدائبه والدائمه في كان في يعني شكل سريع جدا في التعامل مع المباراه ما هو الشكل التعامل اللي هو التركيز لعيبه 48 ساعه في معسكر الحمد لله ما تفكرش غير في المباراه واخده مباراه جديده لانج بالنسبه له خلي بالك سيبك من قصه النقطه دي يا كابتن شريف يعني انت فكرتني بحته النادي الاهلي عشان يستعد المباراه الاولى هناك في تونس سافر يوم الثلاث قبل المباراه بحوالي 4 ايام اداك تركيز واداك الهدوء اللي حضرتك بتقول عليه امبارح بس الترجي جايه قبل المباراه ب 24 ساعه يعني هي التمرينه الوحيده ليها في القاهره كانت النهارده لكن الاهلي في تونس كان عنده استقرار كان عنده الهدوء خد له حوالي 3 4 تمارين هناك في تونس عاش الاجواء تونس ما بقتش بالنسبه له اي حاجه مفاجاه شاف الارض كويس قوي اللي بيلعب عليها شاف الاجواء شاف الجو نفسه قال الجو ده يمكن النادي الاهلي عنده هنا في مصر الجو بيبقى حر شويه عن تونس فممكن يكون معين شعباني حاسس ان ممكن يكون الحر ده ياثر عليه لو قعد يومين ثلاثه هنا في مصر فقال لك لا انا العب المباراه زي الشكل الاحترافي يعني انزل بالطياره العب مباراتي وامشي نهينا عن النتيجه شكلها عامل ازاي الشكل التعامل في المباراه وانت زي ما انت سالتني وعندك هدف لازم بيكون انت عندك استقرار عندك الباص سليم ما عندكش ميز باص ما عندكش توتر انت اي ماتش احنا بنلعبه حتى في الدوري مطلوب منك تكسب بس حلو قوي المصطلح بتاع الهدوء الهدوء وده اللي حصل هناك انت اللي كسبك الهدوء برغم الاجواء اللي حصلت انت كان عندك تركيز بس كان عندك هدوء يعني في تحضير الهجمه في نقل الكوره فاكر احنا كنا بنقول ايه مع بعض لعيبه الاهلي بقوا اكثر خبره بقوا اكثر احترافيه وخاصه في هذه البطوله يعني تمرسوا جامد جدا في كمان حاجه ليك كويسه جدا انت بتلعب على بطولات يعني النهارده انت رايح للفاينل باذن الله بعد ما يا رب ان شاء الله نعدي باذن الله بكل نجاح انت قبلها واخد مباراه في قطر سوبر مع فرقه مش سهله على فكره البركان ما كانش فرقه سهله فرقه كويسه جدا فانت عندك مميزات وعندك استعدادات وعندك لقاءات وعندك شواهد بتخليك كيف تتعامل مع الفرق الكبيره اللي زي الترجي زي الوداد زي اي حد ان شاء الله هيكون ليك مقابله معاه بقى عندك الايقاع يا اسامه التيمبو بنسميه تيمبو ازاي اداء انا لما استلم الكوره والعب العب لعبي دي مش موجوده بكره وانت كسبان 1-0 ان شاء الله تكون موجوده انت عندك تفوق في المباراه هناك وقابلت الفرقه دي وعملت ضغط انا دايما بقول كلمه ضغط على اي فرقه من لعيبه من شمال افريقيا بيفقدوا النص في التوازن انا لما بضغط على شمال افريقيا ما بدولوش مساحه انه يوصل عندي لغايه ملعبي او الا بكره طويله بقى اللي بتتلعب حاجه زي كده ده كانت ميزه من مميزات من اول ما جه مستر موسيماني من اول ما لعبنا الوداد لو تفتكروا احنا في الوداد هناك توفقنا وكسبنا الماتش هناك وهو ده كان الهدف اللي احنا رايحين له او الهدف عشان تاخد البطوله عشان انت توصل فاينل لازم يكون عندك
تحرر، لازم عندك جرأه، لازم عندك شخصيتك في الملعب، شخصيه البطل، تصويبات، الثوابت، بس انت بكره ان شاء الله تحس ان انت ما عندكش حاجه ناقصه. الحمد لله كل اللي موجود، ان لعيبتك مركزه كويس قوي، عارفه الخصم اللي تلعب معاهم قبل كده. كل واحد فينا في الجنب مثلا اليمين، لو تتكلم على اكرم مثلا وطاهر، محمد طاهر عنده خبره في المباراه اللي فاتت، خدت بالك، واداء معين في نفس الشكل في نفس المباراه ما فاتش من اسبوع يعني. الحمد لله ان هم مركزين في نفس الشكل. فانا الثقه والهدوء هم دول علامه كان تميز النادي الاهلي في تونس. اتمنى ان اكون موجود بكره ان شاء الله، وده اللي احنا بنتمناه، يكون لعيبه النادي الاهلي بكره عندها الثقه وعندها ايضا الهدوء. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي ايضا يعني خليل شمام كابتن نادي الترجي ماذا قال في المؤتمر الصحفي عن مباراه الاهلي والترجي غدا. مساج تاع جمهور الترجي كان واضح، اللي ما فماش استسلام في الترجي، ما فماش استسلام في الكره. فما 90 دقيقه باش نعملوا كل اللي علينا باش نحاولوا نفرحوا الجمهور اللي جا وتعب وعنده امال كبيره فينا. ان شاء الله يا ربي غدوه وقت المباراه المجموعه كل تكون حاضره ونوريو شنو الترجي نجم يعمل ان شاء الله. صور الرساله من العباد الكل اللي في الكوره، فما ربح وخساره. خسرنا شوط في تونس، مازال شوط ثاني في مصر. ما علينا، كان نعمل اللي علينا باش نفرحوا جمهورنا ونرجعوا اعتبار الترجي ان شاء الله. كابتن اسامة، خليل شمام بيقول برضو لسه ما زالت الامال طبعاً موجوده، ولسه في شوط تاني في مصر. مظبوط، نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه هنا. ما فيش شك النادي الاهلي هناك متفوق بهدف، والهدف خارج الارض مش حاجه سهله. ولكن انت برضو وفرقتين يعني ليهم بطولات كتيره وليهم لعيبه منتخب وبتاع، فاكيد هيبقى عنده الامل انه ليه زي ما الاهلي كسبنا بره احنا ما نكسبوش ليه في القاهره. فده هيبقى موجود عند في تفكيره ومن حقه، لكن في المقابل الفرصه عندك انت اكبر بكتير ان شاء الله. ان شاء الله انك كسبت خارج ارضك واحد، وانت في ملعبك لابد انك تكون قد اللي انت عملته هناك مرتين ثلاثه. والتفوق ليك، هو بيقولها لانه لازم يدي لنفسه دفعه ولزمايله والجمهور انه الامل موجود، وهم برضه فرقه مش قليله. طب كابتن اسامة، وحضرتك كنت بتقول لي ان خطوره الترجي في الكرة الثابته. مظبوط، دي من عناصر الخطوره عند الترجي طبعاً. ازاي النادي الاهلي يتعامل معها بكره؟ طبعا اكيد في فاولات، في كورنرز، وفي الاوت. يعني طبعا بيبقى اسهل من الاوت، لكن الفاولات والكورنرز مفروض الفاولات مثلا اللي هي في على الحدود ال 18 لازم الحيطه تبقى واقفه كويس قوي بالاطوال بتاعتها المناسبه. طبعا الشناوي خبرته كبيره، بيعرف يوجه الناس، لان واحد زي خليل شمام اللي كان بيتكلم ده من الناس اللي بتعرف تلعب الضربات الثابته، زي ما احنا عندنا علي معلول وقفشه. لعيب خبره طبعا فريق الترجي في الفاولات كمان اللي هي خارج ال 18 رجليه حساسه، بيعرف يعملها كويس. فلازم الحيطه تبقى واقفه مظبوط بالاطوال المناسبه زي ما قلت. طبعا دي اكيد تعليمات من مستر موسيماني وخبره حتى اللعيبه اللي في الملعب وحارس مرمى كبير زي الشناوي. الضربات الركنيه بيبقى في بتلعب على اجزاء فيها منطقه، لازم كل واحد يكون واقف في المنطقه المظبوط، يتعامل بتركيز، ما فيش هزار في اي كوره. وفي ناس بتبقى عامله رقابه، لانه الكوره دلوقتي في حاجتين، في فرق بتلعب في الكورنرز بدفاع منطقه بس، هي بتلعب على الكوره بس. وفي فرق بتعمل خليط، بتعمل بعض اللعيبه في مناطق معينه عشان تطلع الكوره، وبعض اللعيبه بتراقب. حتى على فكره في الامم الاوروبيه واحنا بنتفرج عليها، في فرق بتعمل كده وفي فرق بتلعب كده، في فرق بتلعب بتحط المدافعين على المنطقه على المكان، وفي بلعب على المان منطقه ومان يعني. في لعيبه بقى المميزين فيهم اللي هم الخطيرين قوي في الضربات بالراس، مثلا زي خالد عبد الباسط قوي وطويل، زي عبد القادر البدران لما بيطلع. الناس دي بتبقى عليها رقابه محدده بالاطوال بتاعتك، اللي هم الناس اللي بتعرف تطلع بتلعب بدماغها كويس عشان تقطع قبلها او تضايقها. لانك مش كل مره انت كمدافع
بتتفوق على ممكن ما تقدرش تتفوق عليه بس تقدر تمنعه، يعني مش شرط انت تطلعها بس حتى تضايقه ان ما يوجهش صح، لان مش كل مره لازم انا اللي اخد الكوره يعني. فبيبقى في تعليمات طبعا وفي تدريبات كتيره اكيد مستر موسيماني يعني محرص فيها. لكن هي كمان غير خطوره الترجي في موضوع الضربات الثابته، التكمله اللي بيعملوها من العمق كويس محمد علي بن رمضان اللي هو افضلهم يعني، دي مراكز مع خطوره في الترجي. ايوه، وعبد الرؤوف يعني. وعبد الرؤوف بن غيث بيعرفوا يكملوا تحت راس الحربه كويس قوي، وبيجيبوا بيعرفوا يجيبوا اهداف، والدليل على كده ان محمد علي بن رمضان جايب 5 اهداف وعبد الرؤوف بن غيث جايب 2. وطبعا في خطوره برضو من الطرف اللي هو فيه حمدي الهوني والياس شتي، بيبقوا مهاجمين كتير، لكن زي ما انا قلت الماتش اللي فات ما شاء الله اكرم طبعا بمساعده بدر بنون ونص الملعب قدروا يقفلوا الحته دي كويس واشتغلوا عليها كويس يعني. كابتن شريف، دي كانت وجهه نظر كابتن اسامه في مراكز القوه في فريق الترجي في منطقه وسط الملعب. عايز اعرف منك برضو مراكز القوه لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها بكره، هسمع اجابتك ولكن بعد الفاصل. برضو اقول يعني رسائل كل جمهور النادي الاهلي، ما شاء الله في رسائل دعم كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي قبل لقاء بكره الاهلي والترجي. فهقول لحضراتكم برضو يعني بعض من رسائل جمهور النادي الاهلي. حسن الليسي بيقول: كل جماهير الاهلي وراك يا كبير افريقيا والشرق الاوسط كله، نحن في انتظار الفوز يا اهلي، ان شاء الله العشرة يا اهلي في الجزيره ان شاء الله. حسن محمود بيقول: احنا واثقين فيكم يا رجاله، خلوا كل تركيزكم في الملعب وبس ان شاء الله، اي حاجه حصلت ما في العشرة رجاله ان شاء الله. اسماعيل بيقول: من غزه العزه، تحيه كبيره لاهلنا اهل غزه، من غزه العزه الى الاهل الشقيق، كونوا على قدر المسؤوليه بالتوفيق ان شاء الله للاهلي ان شاء الله، وتحيه كبيره لاهلنا في غزه. جمال بيقول: انا متفائل وان شاء الله هنكسب باذن الله، قولوا يا رب ان شاء الله يا رب. اشرف بيقول: ان شاء الله ان شاء الله رجاله الاهلي بمشيئه الله نكسب بكره ان شاء الله يا استاذ اشرف. كريم بيقول: العبوا بروح الفانيلا الحمراء ان شاء الله، ده اهم يميز لعيبه النادي الاهلي على كل الاجيال، دايما لعيبه النادي الاهلي بتلعب بروح الفانيلا الحمراء. ابو عمرو بيقول: العب برجوله، موت على الكوره افريقيا للكبار، وانت يا اهلي الاسطوره، بالتوفيق يا رجاله ان شاء الله، بالتوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي بكره. مصطفى بيقول بقى رساله فنيه كده: لابد من الجديه والحذر، كلام اللي كان بيقوله من شويه كابتن شريف عبد المنعم بيقوله برضو مصطفى، لابد من الجديه والحذر من اندفاع الترجي، وناخد بالنا ما نعملش احتكاكات في منطقه الجزاء، الحكم ممكن يكون كذا ان شاء الله، بكره في فار وان شاء الله يكون الحكم على قدر المباراه، ان المباراه كبيره. دي بعض رسائل يعني جماهير النادي الاهلي، وما شاء الله عندنا رسائل كبيره. يا كابتن شريف، كابتن شريف يعني قول لي بقى يعني مراكز القوه بكره في فريق الترجي اللي لعيبه النادي الاهلي بكره تخلي بالها منها. هو بالطبع يعني لو احنا رسمنا سيناريو لفكر لعيبه الترجي بكره ومدربهم، مش هنلاقي غير ان هم لازم يكون عندهم روح كبيره قوي ان هم يقابلوا النادي الاهلي بنفس الروح اللي الاهلي لعب بيها. ونفس الشكل النادي الاهلي يلعب بنفس الروح بتاعته القويه بالهدوء اللي احنا قلنا عليه، بالتركيز، بعدم الميز باس اللي هو بيعمل عليه كونتر اتاك. بس هم عندهم عناصر، سيبك من عبد القادر بدران وخليل شمام، عندهم حمدي النقاز حطوا له ممكن يحطوا سامح دربالي ده بكره قدامه بيعمل حاله تحرر زي الياس الشايتي اللي هو بيبقى ناحيه شمال، وده اوريدي يا اسامه بيبقى متحرر لوحده، يعني ده اسلوب لعبه، ده شكله عامل زي جوردي البا كده بتاع اسبانيا. على طول لاعب ما بيفكرش في على طول عايز الناحيه الهجوميه، ما بيفكرش في ناحيه الدفاع او اي حاجه، هو عنده كورته اللي بيلعب بيها. كان بيساعده ساعتها عبد الرؤوف بن غيث اللي هو لعب الماتش اللي فات، على اساس انه بيحاول، وكوليبالي كان كوليبالي هو اللي بيحلله حته الحكايه الدفاعيه اللي هو من ناحيه بيمين ناحيته شويه لما هو بيطلع. لما انت عندك حمدي الهوني وعندك لو انيس البدري يشتغل بكره، انت كنت بتكلمني عن حاله السويتشات اللي بتحصل، بيغيروا دايما، بيعملوا سويتشات، ده بيجي الناحيه دي وده بيجي الناحيه دي عشان يستقبل الكره اللي جايه من الناحيه الثانيه العكسيه. لازم ايمن اشرف ياخد باله هو وبنون من القصه دي، عينيهم ما تبقاش رايحه مع الكره بس، عينيهم تبقى رايحه مع اللعيبه كمان في تحركاتهم ده. وويليام توجي ده قوي جدا،
احنا اتكلمنا احنا ثلاثه في بيعمل حاله عمق هجومي يقدر يوقف الكره ويصلح للي جاي وما اعرفش. الحكايه كلها عندنا مش اكتر زي ما عمل الشناوي بعد المباراه ما خلصت من هناك. المباراه خلصت من هناك قفل على الفرقه, قافلين على الفرقه لو سمحتوا احنا لسه في ماتش تاني. بهذا المفهوم وهذا الفكر انت ادائك هيبقى في الملعب واضح. بهذا الشكل اللي هو 48 ساعه تركيزا مش هتدي فرصه لكل التحركات اللي بتحصل دي, كل الامنيات فرقه جايه تلعبك, غير ان انت لازم انت اللي تبقى ليك الكلمه في الملعب. ليك الكلمه في الملعب يعني انت ان شاء الله بدنيا واقف على عيلك, واقف على رجلك, عندك البريفليج يعني انت السطو ليك بهدف, بتلعب على هدف كمان تخلي العمليه اصعب, بتلعب في وسط ملعبك, بتلعب حاسس بكل جوانب الحياه, سيفتي في التحكيم لان التحكيم دلوقتي بقى عندنا فار, ما افتكرش ان هيبقى في بعد او بعيد عنك وانت تلعب على ارضك, يعني مش هيبقى في غبن عليك جامد, انما مش مطلوب منك انك تلعب الكره بتاعتك العاديه جدا. هم هناك ما عرفوش يعملوا معاك حاجه ليه في الاستحواذ بتاعك, بقوا ينزلوا حمدي الهوني وينزل كان مين ناحيه اليمين ويليام توجي, ويليام ده كان بيروح نازل كمان نص ملعب عشان عايزين يشاركوك في ففقدوا الشكل الهجومي. فانت النهارده بتكلمني ان هو ممكن يلعب بعبد القادر بدران وخليل الشمام وحمدي النقاز قدامه سامح والياس الشايتي مش كده؟ يعني ده ممكن من الشكل, وعبد رؤوف ومحمد بن رمضان عايزين يعملوا استحواذ مع كل ده. ده كل ده مجهود كبير جدا لان النادي الاهلي بقى من اسرع الفرق اللي بتعمل الكونتر اتاك مع تحركات, مع قوه عندك طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في صغر سنه ومحمد شريف بتحركاته نفس الكلام اللي بنقوله على على الترجي الخط الامان, بيبقى انت عندك نفس الشكل, فده بياخد تايم كبير قوي انك انت اللي تستحوذ. هيبقى في صعوبه جدا انك انت اللي تستحوذ فرقه تونس وتلغي فرقه كامله بتلعب على ارضها وامكانياتها وتركيزها وثقتها وفردياتها. انما الحقيقه انا بحترم فرديات الفرقتين, فرقه الترجي عندها فرديات عاليه جدا, انما ازاي تترجم ده وتحركاته وسرعه وكلام من ده مع فرقه نادي الاهلي على ارضها وفي وسط ناس, انا بقول في وسط جماهيرها كمان, يعني نفسيا في وسط الجماهير انا بلعب, ده غير انا حاسس بحته الحمد لله تجانس كبير جدا فريق النادي الاهلي مع بعض, جماعيه يعني حضرتك بتقول دلوقتي ان الترجي عنده عناصر ممكن بتعمل فرق, لكن النادي الاهلي بيمتاز دايما بالجماعيه, جماعيه. والماتش اللي فات ايه, محدش اشتكى على العد, بقى ده يغطي على ده وزحلقه جماعيه الفريق. انا شفت تفاني, شفت عدم الانا دي مش موجوده في مش موجوده خالص في الملعب. انا بتزحلق وانا بدافع وانا بعمل باص سليم وانا بلاقي السكه مفتوحه قدامي, باخد 5 6 7 10 ياردات, الاقي نفسي في الناحيه الثانيه, الاقي نفسي انا اللي بقيت انا الخطر, انا اللي اقدر اهاجم, انا اقدر اجيب جول. فهتبقى في صعوبه برده مهما كانت تحركات فرقه تونس قويه جدا, مشروعه بالنسبه لهم, تحركاتهم 10 على 10, فهيقابلوا واقع هدف متاخر, امكانيات من لعيبه عندها فكر. لا هتكلم على معلول ولا هتكلم على بنون ولا هتكلم على فتحي ولا هنتكلم على بقيه فرقتنا كلها ان شاء الله, اللي هتبقى مطلوب منها انها تخلص الرحله ان شاء الله في اول مباراه ان شاء الله. احنا بنطول معاهم, بس احنا بنطول معاهم مش في مصلحتنا. زي ما انت قلت القدم هدف, يعني هدف يعني بيديك ثقه ويسهل عليك المهمة اكتر, الهدف بيديك ثقه اكتر كمان. فكل التوفيق لاولادنا بكره باذن الله بنفس مفهوم المباراه اللي فاتت ان شاء الله. كابتن اسامه, واحنا بنتكلم عن الفنيات اكيد الدور النفسي في الاعداد لمباراه بيكون مهم جدا. موسيماني النهارده في ليله المباراه ممكن يقول ايه لعيبه النادي الاهلي, خاصه ان الدور النفسي والمعنوي مهم جدا. يقول لهم لازم تبقوا عندكم ثقه كبيره, لازم تبقوا هادين جدا. ويمكن شريف علق على الحته ديت وله حق فيها. من اكتر مكان يميز النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت كان فيه هدوء كبير جدا, رغم الاحداث اللي حصلت قبل اللقاء ممكن جدا توتر اللعيبه, لكن واضح من اللعيبه وادائها في الملعب انه كانوا بيلعبوا بهدوء وعدم رعونه وثقه, ويعني كان في تمكن كده في تناول الكره, في الثقه بالنفس. اعتقد انه هناك الامور كانت اصعب لانه احداث حصلت قبل المباراه, فما بالك هنا انت كسبان خلاص اوريدي المباراه الواحد, يعني النص لا ما خرجتش خالص. ف
فما بالك انت المباراه الاولى كسبتها هناك 1 وانت جاي هنا في ارضك. فانا اعتقد هيقول لهم نفس الكلام، هيقول لهم انتوا بره ملعبكم في ظروف يعني حققته الصعب، فلازم تبقوا هادين، لازم عندكم الثقه انك انتوا ان شاء الله بطل القاره يعني وكسبانين هناك بنتيجه 1، فلازم تلعب بهدوء وتركيز كبير طبعا من اول دقيقه لاخر دقيقه، لانه احنا عارفين ان الكره متقلبه. زي ما انت نفسك تحرز هدف ان شاء الله في اول ثانيه، ممكن لا قدر الله يحصل في الكوره انه يجي فيك هدف، ده لا يفقدك. تتفق مع موسيماني النهارده في المؤتمر الصحفي قال كلمه مهمه، قال لك مباراه بكره مباراه بتعتمد على النتيجه مش على الاداء. على يعني على النتيجه، انه المهم طبعا فيها النتيجه مش الاداء، تكسب ولا يعني طبعًا. ممكن احنا لعبنا باداء عالي جدا في تونس، ممكن يبقى الاداء بكره اقل شويه اقل، لكن انا عايز اطلع بالهدف بتاعي هو النتيجه. ان انا ما طبعا انت وصلت في الخطوه الاخيره او قبل الاخيره انك تروح للحظه انك انت ان شاء الله في المباراه النهائيه تستلم الكاس. فنمره 1 فعلا النتيجه، يعني اول تفكير انك ازاي تطلع بمجموع اللقاءين للدور النهائي، ده نمره 1. ولكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي ومستر موسيماني قادرين ان شاء الله ان يكسبوا المباراه ويادوا اداء جيد زي ما حصل في المباراه بتاعت تونس هناك ان شاء الله. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ومستر موسيماني برضه بنفس الاداء اللي كان في تونس يكون موجود ان شاء الله لمصر. تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد، عمل يعني بعض اللقاءات مع الوفد الاعلامي المرافق لبعثة الترجي، وماذا قالوا عن مباراه الاهلي والترجي غدا. اشكرك طبعا كابتن الكبير كابتن اسامه حسني طبعا، وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. استعدادات ويمكن اجواء كبيره جدا متمناها ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي باذن الله، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. وعلى الجانب الاخر اكيد كل محبي نادي الترجي بيتمنى التوفيق لنادي الترجي، فهنحاول ان احنا طبعا نعرف نبض الشارع التونسي، الصحافه هناك بتتكلم عن ايه، وكمان انطباعهم عن تواجدهم مصر هنا. طبعا انا معايا بشرى سعيد ومالك الرقيقي طبعا نقاد رياضيين في تونس، برحب بيكي طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. يعيشك، مرحبا بيك وبالمصريين الكل ويتفرجوا فينا الكل. اهلا بيك يا مالك. اهلا بيك كابتن، اهلا مرحبا. مباراة طبعا اكيد الكل بيتحدث عليها، استعدادات قوية جدا، شفنا الحقيقة يمكن بعض لقطات الفيديو، يمكن الحماس الجمهور الكبير اللي راح ورا فريق الترجي هناك، وكنا بنعمل اكيد هنا يكون في جمهور النادي الاهلي، لكن شايفة امر الجمهور ازاي وشايفة تحفيز الجمهور النادي الترجي ازاي بالنسبة للرد؟ هو الجمهور التونسي خاصة كان ديما حاضر وراء الترجي الرياضي التونسي، حتى كان في الربح أو في الخسارة، وخاصة في الخسارة يكون التشجيع أكثر وأكثر، وديما أملهم موجود للفوز أو للترشح. مالك، يعني احنا كنا بنراهن على جمهورنا يكون متواجد، انت عارف القيمة الكبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي مهما كان العدد، لكن تأثيرهم كان كبير، شايف إن ده ممكن يبقى ليه أفضلية شوية مع نادي الترجي عدم وجود الجمهور بشكل كبير في مباراة الغد؟ والله احنا كتوانسه كنا خاصه اللي جينا لهنا كنا نأمله انه باش يكون جمهور الاهلي حاضر، جمهور الاهلي باش يخلي المباراه احلى، ربما تكون نقطه ايجابيه للاهلي عدم حضور الجماهير، الاهلي يخرج من الضغط، خاطر الاهلي لهنا في المباراه نتاعو باش يكون هو الفريق اللي تحت الضغط، باش يكون هو الفريق المطالب بانه يترشح في ميدانه، خصوصا بعد مباراه الذهاب الاهلي اصبح عنده افضليه على الترجي، اذا ربما عدم حضور الجماهير نجم يخلي الاهلي ارتاح في المباراه هذه. بشرى، يمكن اللقطه كانت رائعه جدا، وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقه بيستقبل ايضا كان رئيس نادي الترجي، وعلى عكس صحيح كان متواجد في تونس، اللقطه دي بتستنتجيها ازاي ومردودها ورسالتها ايه من وجهه نظرك؟ طبعا اللقطه هذه باش نقولوا منها اللي راهم اخوه مهما تكون المباراه او مهما يكون الرهان كبير، انه ديما الفريقين هما الصديقه نتاعهم ابعد من المباراه هذه ومهما باش تكون النتيجه. على الجانب الفني، كيف ترى تحضير معين شعباني لفريق الترجي قبل المواجهه؟ شايف حضرهم ازاي؟ اتكلم مع اللعيبه ازاي؟ وشايف وجهه نظرك من اداء نادي الترجي في المباراه الاولى ازاي؟ شوف كابتن، بعد المباراه الاولى ما عادش نجمو نحكيو برشا فنيا، كل شيء باش يتلعب في الاذهان، كل شيء باش يكون نفسي في المباراه هذيا، يعني ممكن معين يكون عنده تحذير للمباراه، تحذير كبير برشا، دقيقه لعب يسجل الاهلي هدف يتغير كل شيء، ممكن كيف بيتسو يكون عنده تحذير كبير للمباراه منذ البدايه، ترجي تسجل ورقه حمراء للاهلي، كل شيء يتغير، نعرف مباراه بالفار الديتاي معناتها ياسر مهمين في مباريات كيف هكا، اذا التحذير الفني في اسبوع بين مباراه الذهاب ومباراه العوده مش باش يتغير برشا، لكن التحذير النفسي، وهذه كيف ما نرجعوا نحكيو من الاول، يمكن ما فعله جماهير الترجي الرياضي التونسي على عكس ما روج انه جماهير اعتدت على الفريق، على عكس ما روج ايش صار في تونس، جماهير الترجي كانت حاضره في تدريبات يوم الاربعاء، وكان فما حضور تاريخي لجمهور الترجي في المباراه هذه كيف المباريات الاخرين، كيف التدريبات الاخرين، اذا نتصور الفريق اللي باش يكون حاضر ذهنيا اكثر هو اللي باش يضمن ترشحه لنهائي رابطه الابطال الافريقي.
اخيرا انطباعك ايه على استقبال المصريين ليك واستقبال جمهور النادي الاهلي ومن اول يوم وصولك هنا شايفه الانطباع ايه انت ومال؟ هو كان استقبال رائع حقيقة، أي شخص يسمع بينا اللي احنا توينسا وجايين هوني يحاول يعاوننا لو ما نعرفش مكان ولا يحاول يدلنا على حاجة، جاونا برشا عزومات وشكرا كثير على الاستقبال هذا. شكرا حبيبي، شكرا. اكيد بنشكر طبعا نقادنا الرياضيين التوانسه طبعا بشرى سعيد ومالك الرقيقي على هذه التصريحات، ويمكن يا كابتن اسامه طبعا تعرف تدريب النادي الاهلي في هذه اللحظات الحقيقه التركيز كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، واضح من البدايه واضح من النهايه ان شاء الله باذن الله التدريب يكون جيد، جرعه تدريبيه تكون قويه لفيتسو موسيماني، واملنا كبير جدا ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي ان يكون الغد هو يوم من نصيب النادي الاهلي ويتاهل ان شاء الله النادي الاهلي الى المغرب. عوده ليك كابتن اسامه. بشكر زميلنا كريم احمد، يعني شكرا جزيلا على هذا اللقاء مع الوفد الاعلامي والبعثه الاعلاميه المرافقه لفريق الترجي التونسي، يعني هم اكدوا على حسن العلاقه وحسن الاستقبال وده اللي دايما ما بين الاهلي والترجي، واكدوا على صعوبه المباراه غدا وما زال لسه حظوظ لفريق الترجي، لكن بعقب على الاستاذ مالك الرقيقي في كلمه حته يعني عدم حضور جمهور النادي الاهلي بكره ده في صالح فريق النادي الاهلي، لا انا بقول لك انت ما شفتش جمهور النادي الاهلي، ما شفتش جمهور النادي الاهلي لما بيكون مالي الاستاد وال120 الف بيكونوا موجودين. جمهور النادي الاهلي دايما سند في ظهر فريقه، جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد في فريق النادي الاهلي، احنا كلنا كنا بنتمنى وجود جمهور النادي الاهلي ويكون مالي الاستاد بكره. وحشنا. كنت هتشوف لعيبه النادي الاهلي واداء لعيبه النادي الاهلي اكتر كمان من اداء النادي الاهلي في تونس، دايما باكد لك ان جمهور النادي الاهلي يعني جمهور كبير ودايما مساند لفرقته بشكل كبير، لكن يعني هو قرار امني بنحترمه وهتلاقي فيه التزام كبير جدا. نروح لفاصل وبعد الفاصل استكمل حواري مع ضيفي الكرام الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرب. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، كان الوفد الاعلامي لفريق الترجي كانوا بيتكلموا عن نقطه ان حته عدم وجود جمهور الاهلي ده كان في صالح لعيبه النادي الاهلي، ما بيمثلش ضغط على لعيبه النادي الاهلي، هل الكلام ده صحيح؟ لا صحيح ازاي؟ ده انا لما بنزل خلينا نتكلم على الاحساس وانت نازل بتسخن حتى في قبل المباراه وبيتنادى عليك لاعب بالاسم الجمهور وحش الملعب واحنا وحشنا الجمهور، خدت بالك؟ ده بيدي ده نص ده رقم واحد والروح اللي احنا بنطلبها بيكون الدعم الاول ليها الجمهور. احساسي ان انا في مباراه بجمهور يعني بلعب كوره، رده الفعل ليا وانا بعمل اي هجمه هو ده رده فعل انك بتعمل الشكل الضاغط على المباراه ان انت صاحب الارض، ده اول حاجه ان انت الجمهور بيحسسك ان انت صاحب الحكايه، انك انت في بيتك، انك انت في مكانك، حقيقة. انك انت لو اي حاجه حصلت تتعوض، تسقيف، جول بيجي الدنيا كلها بتتهز. التشجيع اللي هو قبل المباراه بقى بنهد جبال، طب خلي اي حد يستحمل الكلمه دي. فريق كبير، فريق عظيم، خدت بالك؟ ده اللي هو كان شافه قبل كده ولا ما شافوش انا مش عارف، يمكن هو لو كان شاف الحكايه دي او حس بيها قبل كده ما كانش هيقول الكلمتين دول. انما ان شاء الله الجماهير هترجعوا تاني باذن الله ونبقى باذن الله في الفاينل، نلاقي الرحلات ونلاقي الدنيا عشان الناس تتفرج على الجماهير الاهلي هتبقى شكلها عامل ازاي. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، احنا كنا بنتكلم وانا كنت بتكلم في بدايه الحلقه، معين الشعباني في فكرين في دماغه، طريقه ممكن يلعب 4 3 3 زي هناك في تونس، الطريقه الثانيه 3 4 2 1، وهنستعرض برضو التشكيلين بتوع الترجي الاقرب اللي بيدور في يعني ذهن معين الشعباني، ايه التشكيل الاقرب او الطريقه الاقرب اللي ممكن يكون موجود معاها معين الشعباني بكره؟ انا اعتقد نفس الطريقه بتاعت المباراه اللي فاتت اللي هي 4 3 3. وهقول لك ليه، لان ده التشكيله هنا 4 3 3 ده التشكيل الطبيعي اللي هو 4 3 3، وان كان طبعا عندهم مشكله خليل شمام اساسا كان ظهير ايسر، لكن هو طبعا بحكم السن شويه وكان طبعا خبره كبيره جدا واشول، هو كان بيلعب اصلا باك شمال بس طبعا لما الياس شتي جه بيلعب ناحيه شمال وهو بيحطوه في العمق،
مشكلة عنده بطء شوية، هو مميز جدا في الضربات الثابتة، عنده خبرة كبيرة، لكن السرعات تتعبه. فدي هتبقى نقطة، هي دي المشكلة اللي تحصل. هي دي المشكلة اللي تحصل بالنسبة ليهم في قلبي الدفاع. وانطلاقات ان شاء الله شريف وصلاح والناس اللي عندها سرعات تعمل لهم مشكلة، ولكن الشكل ده هو الأقرب حتى لو في واحد مختلف. ليه؟ لأنه هو لو يعني ممكن يلعب 4-3-3 بكرة. أنا بقول أقرب ليه؟ لأنه فوسيني كولوبالي اللي هو رقم، يعتبر رقم 6 الوسط المدافع، هو اللي بيلعب قدام الاثنين المدافعين وبيعمل عمق دفاعي ورا عبد الرؤوف بن غيث ومحمد بن رمضان، علي بن رمضان. الكرة في نص الملعب بيلم اللي هو الوسط الارتكاز رقم 6 اللي هو في ما اعتقدش ان هو يستغنى عنه ويفضل بس بعبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان اللي هم اساسا يشكلوا قوه هجوميه عنده. يعني هم خطورتهم الاثنين لما بيروحوا يكملوا خلف عبد الباسط، فلو شالفوا سيدي كولوبالي من المنطقه دي هتعمل لهم مشكله. صحيح هو نص الملعب اللي هي بقى الطريقه الثانيه اللي هو لو لعب بثلاثه ولعب بالاثنين اللي على الاطراف لازم يستغنى عن واحد من رؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان، ويخلي برضه في سيني كولوبالي. يعني كولوبالي لا غنى عنه في نص الملعب، لانه بيقوم بالدور الدفاعي بشكل اكبر، بشكل كبير، بشكل اكبر. التانيين اكتر في النواحي الهجوميه. يعني انت لو تفتكر مثلا عبد الرؤوف بن غيث هو اللي جاب الجون هنا في دي الطريقه الثانيه، حتى لو هو عايز يلعب بالطريقه دي اللي انت ممكن بتقول مش متوقع انه يلعب بيها. هقول لك ليه. هو طبعا ممكن السبب الوحيد اللي ممكن يعملها عشان خليل شمام عنده بطء شويه فيلعب بحمد النجاز لجوه فيبقوا ثلاثه في العمق يقفلوا عمق الملعب. سامح الدربالي ما بقاش يلعب اساسي بصوره كبيره. سامح الدربالي طبعا كان اميز باك في تونس، بس طبعا بحكم السن وكده ابتدى حمد النجاز هو اللي يلعب في المكان ده. فما اعتقدش هيديله 90 دقيقه يبتدي بيه من الاول، ما اعتقدش. ولكن حتى بالاثنين يعني وحتى لو عمل كده، حتى لو عمل كده لابد ان يستغنى عن واحد من رؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان ويحط في سيني كولوبالي. لان لو فضل محمد علي بن رمضان وعبد رؤوف بن غيث هم اللي في وسط الملعب في العمق، الاهلي سهل قوي يستحوذ على منطقه يعني وسط الملعب. بتقول يا كابتن اسامه ممكن يلعب بالشكل ده، لكن في المقابل ممكن يشيل عبد الرؤوف بن غيث ويحط كولوبالي، يبقى بيعمل التوازن الدفاعي الهجومي في نص الملعب. ليه؟ لان كده رمضان بيهاجم وكولوبالي بيدافع. هقول لك ليه. لان الشكل ده كده هيبقى قوي جدا في النواحي في الجناب، يعني يعني هيبقى حاطط سامح الدربالي ورا انيس البدري، بس احنا عاكسين، او حمدي الهوني، وحاطط الياس شتي وقدامه حمدي الهوني او انيس البدري، وثلاثه في العمق، فالاطراف هتبقى مقفوله. ولكن الاثنين اللي جوه القلب دولت اللي هو محمد علي بن رمضان وبرؤوف بن غيث مهاجمين اكتر، فمنطقه وسط الملعب دي كلها هتتكشف. فلازم اذا عمل كده لازم يبقى عبد الرؤوف بن غيث بره ويلعب فاسين الكولوبالي على اساس ان هو برده يبقى متحفظ. دي كده قافله الاطراف اكتر ومفيش حد في وسط الملعب الارتكاز قافل فيها. فانا شايف ان الاسلوب الاولاني هو الاقرب انه يلعب بيه. انا شايف كده اللي هو 4-3-3. كابتن شريف تتفق مع كابتن اسامه؟ اتفق مع اسامه بس على حسب جاهزيه عبد الرؤوف بن غيث. يعني انا كنت شايف في الماتش اللي فات حصل ان هو مش في نفس الشكل، فممكن فورمه، فانا ممكن هو عبد الرؤوف يبقى عنده دكه. المره اللي فاتت ما كانش عنده دكه اسامه. يعني المره دي عنده عبد الرؤوف، ده ممكن يبقى موجود، وعنده سامح الدربالي ده ممكن يبقى موجود، بس من قوه سامح ونقاز ان هو يبتدي بيهم في نفس الوقت بيقفل عليك، وفي نفس الوقت لو حاجه ثانيه عايز يعمل حاله وبدي افضليه لسامح الدربالي انه يتحرر ويهاجم يعني في ظهره النقاس دايما بيغطيه. وانا في الحالتين يا اسامه اتمنى الحاله دي والحاله دي. اتمنى الحالتين. انا بقول زي ما انت قلت بيديك استحواذ وسرعاتك في نص ملعب، اعتقد انت اسرع وده باين في المباراه اللي لا فيه. انا مش لاغي انه ممكن يلعب بالثلاثه ويحط سامح الدربالي ووراه النقاس، بس بقول لو عمل كده عمره ما هيخلي عبد الرؤوف بن غيث ومحمد بن رمضان هما الاثنين اللي في عمق الملعب، لانهم هجوميين قوي، فنص الملعب يتفتح. فلازم هيقعد بقى عبد الرؤوف بن غيث ساعتها ويلاعب فوسيني كولوبالي على اساس يبقى مدي حريه شويه لمحمد علي بن رمضان. هو قبل ما نقفل انت خدت بالك، انا اقصد هو عامل حساب لعلي معلول كبير قوي. انا بقولها لك كده يعني من الشكل اللي انتوا
عرضتوه ده في حاله علي معلول وايمن اشرف في الحكايه انا شاممها يعني يلعب زي ما يلعب بكره مع الشعباني اهم حاجه بكره توفيق ربنا سبحانه وتعالى 93 دقيقه توفيق موسيماني في التشكيله الافضل اللي هيبتدي بيها المباراه أجهز. وايضا التغييرات اللي هيتم بيها الدفع سواء في الشوط الثاني كمان توفيق ربنا مهم جدا هدف بيديك الاريحيه ويديك الثقه في المباراه كابتن شريف يعني انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا عايز منك كلمه اخيره ورساله اخيره منك لعيبه النادي الاهلي دايما انا بقول لاخواتي لعيبه النادي الاهلي بنفس الروح بنفس الاداء انتوا بالضغط على فرقه الترجي بكره انتوا اللي ليكوا الصوت باذن الله ونبارك لكم باذن الله بعد المباراه ان شاء الله كابتن اسامه شرفتنا ونورتنا برضو سلام منك لعيبه النادي الاهلي اقول لهم فرحتونا كلنا الماتش اللي فات فرحتوا الشعب المصري وان شاء الله بكره تكملوا وبالتوفيق ونفس الروح ونفس الاداء ان شاء الله 90 دقيقه بكره لغايه لما نعدي ان شاء الله ان شاء الله يعني في نهايه حلقتنا بشكر ضيوف الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي تحليل مميز جدا لمباراه الاهلي والترجي اتكلمنا باستفاضه جدا عن كل يعني التوقعات وما يدور في عقل معين الشعباني لكن يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى توفيق ربنا هو اهم حاجه في مباراه بكره وايضا توفيق الجهاز الفني وتوفيق لاعبي النادي الاهلي كل الدعوات وكل الامنيات للاعبي النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله بكره ونكون موجودين في المباراه النهائيه. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في التغطيه الخاصه للمباراه المهمه جدا مباراه الاهلي والترجي غدا الساعه 9 على ملعب الاهلي والسلام وان شاء الله الساعه 11 نبارك للنادي الاهلي وجمهوره ان شاء الله بالوصول للمباراه النهائيه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا والى اللقاء.